السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من الكرة في دريم. حلقتنا النهاردة ضيفي هيكون الأستاذ أبو المعاطي زكي، رئيس تحرير طبعا نجم الجماهير موقع وجريدة. هنتكلم في كل حاجة حصلت الأسبوع اللي فات. الأسبوع الجمعة اللي فاتت كنت معاكم وكان مفيش حديث غير عن مباراة نهائي كأس مصر للمرة الثانية على التوالي ما بين الزمالك والنادي الأهلي. كل الناس كان حديثها عن ستانلي هيلعب ولا مش هيلعب، المباراة هتقام في برج العرب ولا هتقام فين، مؤمن زكريا واخد انذارين ولا ثلاثة. كل ده كان الكلام عن الحديث، وكان نوع من التحدي ما بين الجمهورين ومنافسة شرسة ما بين جمهور الأهلي وجمهور الزمالك، وهل يستطيع النادي الأهلي أن يحصد البطولات زي ما عملها الزمالك الموسم الماضي ولا لأ، والزمالك بيحاول أنه ينقذ الموسم ببطولة في نهايته. دي كانت كلامنا الأسبوع اللي فات، وأيضا كنا بنتكلم عن ريو جانيرو وافتتاح بطولة ريو جانيرو الدورة الأولمبية التي تقام كل 4 سنوات، وكان أملنا في أكثر من لاعب، ولكن الحمد لله رب العالمين استطاع محمد إيهاب اللي عنده قصة كفاح، وسارة سمير اللي عندها أيضا قصة كفاح كأول امرأة مصرية تحصل على ميدالية أولمبية وتصعد على منصة التتويج. حد يقول لي لا مش أول، دي التانية. طبعا في أعتقد عبير على ما تذكر رفع أثقال بسبب أن في واحدة خدت المنشطات بعد 4 سنوات تم إعلان حصولها على ميدالية قبل بداية ريو جانيرو بأيام قليلة، ولكن دي أول امرأة مصرية تصعد على منصات التتويج. النهاردة كمان كلام قوي جدا على اللاعب الإسرائيلي رقم 5 على العالم اللي بيلعب، إسلام الشهابي اللي عنده 34 سنة، ينسحب ما ينسحبش، بصراحة إسلام لعب انهزم هزيمة ثقيلة جدا ومتوقعة على فكرة، لأنه اللاعب هو نمرة 2 على أوروبا والـ5 على العالم ومرشح أنه ياخد ميدالية أولمبية، اللاعب الصهيوني. رفض إسلام الشهابي أنه يسلم في النهاية، في ناس كانت ضد ده وناس مع ده. على العموم هنتكلم في كل حاجة مع الأستاذ أبو المعاطي زكي. النهاردة في مباراة قوية جدا، وهي مباراة تحديد مصير، مباراة أكون أو لا أكون. النادي الأهلي طالع من هزيمة في نهائي كأس مصر أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، وبالتالي عايز يعني ينقذ ما يمكن إنقاذه والعودة مرة أخرى للمنافسة على البطاقة الأولى أو الثانية من مجموعته المؤهلة للدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، واللي السنة دي هتكون آخر نظام لهذه البطولة بالشكل دوت. تعرفين السنة الجاية شكل البطولة هيتغير تماما، وهيكون دوري المجموعات من أعتقد دور الـ16، وبعد كده هيكون نوك أوت بعد كده خارج مصر أو أرضي أو محمول، شايفينها على الشاشة. قبل ما نتكلم في أي حاجة أحب أقول 1000 مليون مبروك لجمهور نادي الزمالك، الفوز ببطولة كأس مصر عن جدارة واستحقاق. نادي الزمالك نزل وهمه انه يفوز ببطولة، خصوصا انه خسر الدوري، وان النادي الاهلي استطاع انه يفوز بالدوري ويخسر الزمالك البطولة اللي خدها السنة اللي فاتت. نادي الزمالك كان عايز يحصل على بطولة وفي نفس الوقت يمنع النادي الأهلي أنه يحقق نفس الإنجاز اللي حققه نادي الزمالك الموسم الماضي، وهو الفوز بالدوري والكأس. المباراة نفسها فيها كلام كتير قوي، هقول لكم مين اللي كان كويس، مين اللي ما كانش كويس، أداء الفرقتين، الاستحواذ. طبعا باسم مرسي جدل كبير جدا على باسم بعد إحرازه 2 للمرة الثانية على التوالي، والجدل عن إصابته لسعد سمير بغرزتين في حاجبه، هل دي متعمدة ولا مش متعمدة؟ هنتكلم في كل حاجة، ولكن باسم مرسي بيثبت وجوده بقوة مرة أخرى في هذه دي طبعا بنالتي، كان كل الناس بتفكر في بنالتي كهربا في السوبر، دي تيجي الزمالك يفوز، دي ما تجيش الزمالك ما يفوز. نفس القصة برضو، عبد الله السعيد جاب هدف قبل نهاية الشوط الأول بيرجع الأهلي مرة أخرى. في بداية الشوط الثاني
هدف مؤمن زكريا اللي جه في العارضة، يجي الأهلي يعود ويكسب البطولة، ما يجيش ويجي في العارضة وبعد كده مصطفى فتحي الشقي اللاعب الشقي المهاري بيحرز هدف ولا أحلى ولا أروع بمهارة ولا أحلى ولا أروع في برجله اليمين، ويعوض طبعا ضيعه للفرصة الخطيرة في الدور الثاني أمام النادي الأهلي برضو، ويحرز هدف رائع وجميل في مرمى النادي الأهلي، بيحبط بيه نفسية لعيبة النادي الأهلي وبيعلي نفسية لعيبة الزمالك، وبالتالي الزمالك بيحصل على هذه البطولة المهمة. مرتضى منصور كمان يعني بيكسب الرهان في النهاية، ناس كتير قوي ضده، ناس كتير قوي ضد اللي بيعمله، ناس كتير قوي ضد تغييراته المستمرة للمدربين، ولكن في النهاية مؤمن زكريا مؤمن سليمان في ماتشين استطاع انه يفوز في الشوط، يفوز في المباراة الأولى على الإسماعيلي 4، يفوز على الأهلي 3، كأول مدرب مصري يفوز بعد الجوهري، أول بعد الجوهري. يمكن كل الناس كانوا طلع بفيريرا السماء اللي لم ينجح وفشل مع طبعا السد القطري، عمل إنجاز كويس خد دوري وكاس، لكن مؤمن سليمان برضو بيعمل إنجاز جديد وبيعلي اسمه في سوق المدربين بصورة كبيرة جدا. يمكن مؤمن سليمان بالظبط يا جماعة من أسبوعين كان لا أحد يذكر اسمه، معروف ان هو عمل موسم حلو مع الاسيوطي، حاول يصعدهم السنه دي، السنه اللي قبليها هو اللي صعد الانتاج الحربي، عنده دراسات، مثقف، خريج كليه اثار، يجيد اللغات، يعني عنده كل المقومات، ولكن عندنا في بعض الاحيان بيكون المقومات مش كل شيء، لازم يبقى لك واسطه، لازم تبقى نجم في نجم نجوم العالم. لكن مرتضى منصور احقاقا للحق ما بصش لدي، بص لان هو عنده القدره على القياده، واستطاع مؤمن سليمان انه يفوز بالبطولة. طيب معانا احمد مرتضى منصور، ازيك يا استاذ احمد؟ كابتن خالد زي حضرتك، الف مليون مبروك الفوز بالبطولة وبطولة كأس مصر، واعتقد دي كانت يعني نقطة تحول بالنسبة لمجلس الادارة، بالنسبة للعيبة، بالنسبة للجهاز الفني في نهاية موسم. كابتن احمد الحمد لله، الحمد لله، يعني اللعيبه اجتهدت والجهاز الفني اجتهد والحمد لله مجلس الاداره واقف جنب اللعيبه دي وقدروا ان هم يحصلوا على بطوله مهمه من الغريب التقليدي النادي الاهلي. وده معناه برضو لازم نقول ان الدوري ما كانش سهل على الاهلي، كان الزمالك قريب منه جدا، لكن اصبح في منافسه قويه بين الاهلي والزمالك على البطولات، مع الوضع اتغير، ما عادتش زي زمان مسألة سهلة. جمهور النادي الأهلي بيقول إن النادي الزمالك خد كأس مصر بصورة سيئة من خلال تعمد باسم مرسي إصابة سعد سمير، وتعمد شوقي سعيد إصابة وليد سليمان، وأيضا كان في خناقة ما بعد المباراة لمحاولة شوقي سعيد الترقيص بالكرة أو النط على الكرة كنوع من الاستفزاز للعيبة النادي الاهلي. تقول ايه؟ يعني بص عليك، هو طبعا هارد لك النادي الاهلي وهو نادي كبير وفريق محترم يعني وجمهور محترم، لكن يعني اكيد اي خطا حصل في الماتش ما كانش مقصود يعني، وخصوصا النادي الاهلي يعني هي مدافع هي دي اصلا يعني يمكن انا شفت فيديو النهارده لحوالي 20 لعيب بيتم اصابتهم في الملعب من النادي الاهلي، وده في لعيبه بتترمي بره الملعب يعني بيشيلوها ويرموها بره الملعب. يعني اكيد مش مقصود يعني، بس هو طبيعي يعني حتى لما الزمالك بيخسر ماتش او حاجه برضه جمهوره بيحاول يعني يدافع عن نادي، فطبيعي ده ما في اطار الناس بتحب النادي الاهلي طبيعي ان هي هتقول كده يعني، مش هيبقى الموضوع مش هيقولوا يعني الزمالك لعب كويس وخد البطوله. يعني انت شايف ان ده نوع من المبررات للهزيمه؟ بالظبط يعني عادي يعني، انا عن نفسي مش زعلان، حتى الفيديو لما انا شفته فعلا لقيت يعني اكثر من 20 حاله يعني لعيبه بتتعور في الملعب من بعض لعيبه الاهلي، في لعيب شفته شالوه رموه بره الخط لما وقع. يمكن الزمالك من الفرق اللي بتطلع الكوره لما لعيب يبقى مصاب، النادي الاهلي وكل نادي ليه احترامه ودي سياسته يعني،
لما لعيب بيصاب في الملعب ما حدش بيطلع كوره بره وبيكملوا اللعب عادي. فانا يعني انا مش عايز انا اتكلم زي الجمهور عشان المفروض انا مسؤول ببقى نظرتي اشمل من كده، لكن طبيعي انا بقول لجمهور الاهلي والزمالك اللي حصل في مباراه الزمالك ده شيء طبيعي. حتى الحركه اللي عملها كابتن شوقي السعيد، كابتن رمضان صبحي عمل حاجه زي كده قبل كده. يعني رمضان صبحي وقف على الكوره، يمكن وقف على الكوره، جابوا لنا الصوره يا جماعه اللي عندكم. ده طبيعي يعني، وانا مش عايز الاهلاويه تزعل لان ده مباراه كره قدم. ياما الاهلي كسب الزمالك وياما الزمالك كسب الاهلي. المهم ان احنا بقينا بنشوف منافسه. الاهلي لعب مباراه كبيره، ممكن يبقى يعني خططيا ممكن كان يبقى يعني كابتن مؤمن انا شايفه بيقول ان هو حاول يفتح مساحات، حاول يخلي. طيب ده بالنسبه للجمهور، لكن مثلا الزميل الاعلامي الاستاذ احمد موسى طلع على الهواء انتقد بشده باسم مرسي واكد ان هو يعني تعمد الاصابه، وايضا يعني حول كلامه لسعه سمير انه لا يقبل اعتذاره ولا يقبل ان هو يتصالح معاه، وان هو شايفه لعيب اقل من العادي وان هو ما يلعبش في مركز شباب ما اعرفش ايه. لا يعني طبعا برضو انا بعرف استاذ احمد موسى ان هو مش مذيع متخصص في الرياضه، فممكن يبقى الموضوع غايب عنه. بس مرسي هو احسن فيروت في مصر. وهو يلعب في الزمالك من اكبر الانديه المصريه، ويلعب كمان بره يعني. لا بس مرسي هو غاب عنه، كانه بتوقيت الكلمه اللي قالها. لا بس مرسي افضل لعيب مهاجم في مصر، هو ممكن ما يكونش متابع الكوره قوي. ولكن برضه هو متكلم من منطلق يعني ان هو مشجع يعني. هو مش متخصص في الرياضه، فيعني يعني انا بشوف الحاجات دي ايه، لازم برضه نستحمل بعض يعني. يعني هو مشجع اهلاوي فاكيد زعل على فريقه، اصح هو اعلامي بس مش اعلامي متخصص، ممكن هو يكون خانه التوفيق. تمام. استاذ احمد، ان حسيت كده ان الدنيا نامت شويه على فكره جلب مدير فني اجنبي. احنا عايزين نعرف لغايه دلوقتي من خلال البرنامج وعشان اعرف الزملكاويه اللي بيتفرجوا علينا، مجلس الاداره هل ما زال يبحث عن مدير فني اجنبي، ام ابتدت نبره البحث تقل شويه بعد تالق مؤمن سليمان واحرازه بطوله؟ يعني انتوا شايفين المستقبل ازاي؟ لا يعني هو مجلس الإدارة خد قرار نهائي بمدير فني أجنبي، يعني هم مكلفيني رسميا دلوقتي بالبحث عن مدير فني أجنبي. ده مفيش فيه شك. لكن هو الفكرة إن إحنا بقى بنتعلم من أخطائنا، يعني دينا عرفنا برضو إن المدرسة الإنجليزية مش كويسة قوي معانا يعني. ما مثلا يعني لأن ماكليش كان بيقعد يسألني أسئلة غريبة شوية، كان بيقعد يقول لي هو عادي إن اللعيبة تضرب بعض؟ فبقول له لا مش عادي، هو بالنسبه له لا عادي ان اللعيبه تضرب بعض في المدرسه بتاعته. قال لي لا ده عادي في كره القدم بره. فاحنا ابتدينا ايه، ما عرفنا ان المدرسه اللاتينيه اللي هي البرتغال وجنوب وامريكا الجنوبيه والحاجات دي بتمشي مع الزمالك اكتر، فاتجهنا ان احنا نشوف حد بيلعب الكوره دي. فبرضه ما انا بتعلم برضه، فمش كفايه. طيب هل انت وصلت يا استاذ احمد لثلاث اربع مدربين؟ يعني في النهارده مثلا اعتقد قريتها على اليوم السابع ان انتوا بتتفقوا مع مثلا في كلام مع مدرب رومانيا في يورو 2016 وبتحاولوا تعرفوا شروطه الماديه، في كلام على مدرب وادي دجله، يعني في كلام كتير بيتقال، يعني وصلتوا لايه وهل دول مرشحين ولا لا؟ مرشحين. يعني مدرب وادي دجله مرشح ومدرب الروماني مرشح؟ من ضمن المرشحين. طيب يعني في تفاوض معاهم؟ في عرفنا طلباتهم الماليه، لكن هو بيحكمنا حاجات كتير. طلبات الماليه تبقى حاجه بنحطها في الحسبان والباقي الحاجات، وبعدين انا في الاخر بعرض على مجلس الاداره هو يختار يعني. طب هل الاستاذ يعني ماجد سامي متفاهم لده؟ يعني انت عارف ان هو عنده شرط جزائي مثلا مدير فني لوادي دجله، هل ماجد سامي ما زعلش يعني مثلا انت بتاخده مدرب يعني، ولا ده طالما في امور تعاقديه من حقه ان هو طالما يدفع الشرط الجزائي؟ كل حاجه بالاصول يعني، من ده يعني ماجد سامي هو اللي عرض علينا فعلا. يعني ماجد سامي هو اللي عرض عليك وتاخده المدير الفني يعني بتاع وادي دجله؟ انا من ضمن الحاجات، اما كنا بنتكلم في ستانلي كان بيتكلم ممكن يعني، ما هو مفيش على فكره على حد علمي ان الراجل لعيب ولا لعيب دي بيقف على مدرب على فكره. عادي هو ممكن يديك ده ويجيب واحد تاني زيه او واحد افضل منه بالظبط. بس انا على حد علمي استاذ احمد ان المدير الفني نفسه كالتيرون لديه رغبه اكيده في تدريب الزمالك.
يعني انا لغايه دلوقتي ما اعرفش كانت الرغبه دي هتوصل لفين، طبقا بقى للشروط الماليه التفاوض وكده هنشوف. تمام تمام طيب بتقدم تنازلات يعني. ناس كتير قوي برضو، اوباما خلاص رسمي في وادي دجله واعاره وهيرجع الزمالك طبعا. بالنسبه ل طبعا احمد حسن مكي تم دفع 1.5 مليون فعلا ولا راح ببلاش؟ لا لا راح بفلوس. راح بفلوس تمام. حضرتك قلت عليه 1.5 مليون. وبالنسبه لمحمد كوفي انا برضو كنت قاري ان انتم مانعين ان البطاقه الدوليه تروح للاتفاق السعودي الا لما يدفعوا ال 200,000 دولار. ده كلام حقيقي. الناس تبقى عارفه هو كان عليه مديونيه وهي بس كانت المشكله المديونيه دي ازاي تتسوى. وخلاص يعني سافر اعاره سنه والسنه الجايه ان شاء الله لو هم حبوا يشتروه بمليون دولار. يعني كوفي معار ومش بيع نهائي والزمالك سيستعيده بنهايه الموسم. بالظبط، ولو هم حبوا يشتروه يبقى بمليون دولار. طيب بالنسبه لاحمد رفعت كان في كلام برضو ان يعني انا بقول لك الناس نبض الناس، يعني احمد رفعت زملكاوي وابدى حبه نادي الزمالك اكتر من مره، لكن مشكله ان هو فسخ تعاقده مع انبي، هل هناك رفض من الزمالك للتعاقد مع هذا اللاعب بهذه الطريقه؟ بص يا فندم، هو اولا ما فسخش تعاقده مع انبي. هو على علاقه بانبي لسه، وانبي هو اللي بيكلمنا وبيتكلم على الفلوس وباللاعب، هو بموائمه مع اللاعب، فالموضوع مش فسخ تعاقد خالص. بالنسبه للاعب، اللاعب عنده استعداد او عنده استعداد، لكن برضه انا لازم احسب المساله مش بسهوله دي. مش اي حد بيحب الزمالك هجيب اي حد بيحب الزمالك. وانا بجيب حد لعيب انا محتاجه، لعيب عنده القدره ان هو يلعب في نادي الزمالك. احمد رفعت من اللعيبه دي عشان نكون واضحين، لكن برضه المساله عندي المكان في القايمه عندي بيسوى فلوس. يعني لكن حضرتك بتؤكد ان احنا قائمه الزمالك قد ايه دلوقتي؟ مقفوله 29 ولا 28؟ 28 لاعب. 28 لاعب، فاضل لك مكانين. ان شاء الله. هل احمد رفعت ممكن يكون واحد فيهم؟ ممكن، وممكن يبقى حمودي واحد فيهم. وممكن حمودي، لغايه دلوقتي التفاوض شغال مع حمودي؟ بص، هو حضرتك حمودي عنده، عشان بس الجمهور يبقى عارف، حمودي ما جالوش الاهلي قبل كده، وهو ما راحش الاهلي قبل كده، وما حصلش قصه التفاوض مع النادي الاهلي دي خالص اصلا. حمودي كان ابدا رغبته ليا شخصيا من حوالي 3 اشهر ان هو يا اما في الزمالك يا اما بره مصر. تمام. فحمودي بس عنده يعني الموضوع عنده ليه علاقه، يعني بيتكلم مع اسرته وكده، هو بيطول شويه، لكن هو لعيب محترم. انا من اللعيبه اللي انا بحبها، وهي قيمه حمودي كمان ان هو لعيب كبير وفي نفس الوقت مقيد في القائمه الافريقيه. انا مش عارف امكانيه يعني برضه عشان الناس بتقول كده، ده مش صحيح. مش هو، لا هو يعني مش معنى ان هو مقيد في القائمه الافريقيه ان هو لازم يفضل مقيد. اعتقد ان الموضوع ده مش صحيح. طبعا في خبرة في الموضوع ده يفيدوني اكتر. مش لا، ممكن يجي وما يبقاش مقيد في القائمه الافريقيه. طيب انيمبا بيتهم الاتحاد الافريقي بمجامله الزمالك، لان يوم 14 ده يعني فض رابعه 14/8، وبالتالي الزمالك حابب الماتش يكون يوم الاثنين. الاتحاد الافريقي عنده اخر ميعاد هو جمعه سبت حد بتختار 3 ايام فيه، فقرر الاتحاد الافريقي ان يخليه يوم السبت والساعه 10:15 عشان يكون المباراه متوائمه مع بي ان سبورتس تقدر تذيع، لان في دوري انجليزي وكده. هل يعني انبا وافق على اقامه المباراه وتم نقلها لبيترو سبورت او عودتها لبيترو سبورت بعد ما تم رفض اللعب في برج العرب؟ لا لسه، علشان بس الناس عارفه، لسه لم يتحدد موعد المباراه لغايه دلوقتي. في لسه كلام، في لسه كلام، يعني ممكن تكون المباراه الحد، ممكن تبقى الحد، ممكن تبقى الاثنين كمان. لكن انبا رافض تماما يلعب يوم السبت. اعتقد يعني لسه في اتصالات مع رئيس النادي عشان معاد في مشكله في الميعاد. طيب اخيرا بالنسبه ل نادي الزمالك والامور الماليه، بتقول ان يعني بعد موسم انتقالات اكتر من 13 لاعب اعتقد،
هل شايف ان انت راضي عن الامور الماليه ودفع الفلوس بالمقارنه بالغريم التقليدي النادي الاهلي؟ طبعا انا عامل حوالي 12 صفقه مكلفني 8 صفقتين في او صفقه واحده من الكبار. بس النادي الاهلي برضو عنده صفقتين جابوا له 200 مليون تقريبا. ما هو الرقم ده مش حقيقي. رقم ايه؟ مش حقيقي يعني، كل اللي في الماركتنج عارفين ان الرقم ده مش حقيقي. مش حقيقي على على هو تم الاعلان ان 6 مليون استرليني او يعني يورو. انا ماليش دعوه بقى بالنادي الاهلي بقى، بس انا الحمد لله راضي. بحقق مكسب مالي في ميزانيه كره القدم. وبجيب لعيبه وباخد بطولات، فانا قادر اواجه الامر رغم ان الميزانيه الثانيه اكبر مني بكتير، لكن انا الحمد لله نادي الزمالك ماليا بيكسب فلوس وبيصرف على اللعيبه في حقوقها وبيكسب بطولات. يعني كرويا احنا ما يعني لما تيجي تكلمها نادي محترف، نادي الزمالك اصبح نادي محترف بيكسب فلوس وبيجيب لعيبه كويسين وبيسوقهم كويس وما بيحققش خسائر في وبيبيع لعيبه زي كهربا كمان لسه جايب جون امبارح في الرائد وقبليها حازم ويعني وعمر جابر. ماليا الزمالك ماشي مظبوط الحمد لله. تمام استاذ احمد مرتضى منصور، بشكرك على مداخلتك القيمه. هنطلع ليه؟ نروح للاغنيه الاحتفال بنادي الزمالك ولا نروح طيب نروح الاغنيه نحتفل الاول بعد كده نروح لجمهور النادي الزمالك. واحنا دايما بنعمل تقرير بعد المباراه على طول، عملناه يوم الاثنين التقرير دوت بعد المباراه على طول، هنشوف ردود افعال جمهور الزمالك بعد المباراه وفوز الزمالك بكاس مصر. ولكن دلوقتي هنروح من الكره في دريم، بنقول مبروك الف مليون مبروك لجمهور النادي الزمالك وهارد لك لجمهور النادي الاهلي. في التالتة يمين فاكر انا اول مرة جيتها كانت من سنين، مش هنسى انا يومها ولا ساعتها كنا ساكتين، صوت رج الملعب مرة واحدة تشجيع ملايين، يا تشيرت العمر يا ابيض لو رحت فين، عمري ما احب زيك انت لو حتى مين لو حتى مين، واسمع كلامي انا جنب النادي ده عمري ما همني اسامي، ناس تمشي وناس تفضل بروحها كسب احترامي، انا مش بريء لو كان حبك هو اتهام. ايوه اتهام. يا ساتر على الكوبري، يا ساتر يا راجل، ده انت مفتري يا راجل، ده انت مفتري. مهما بكاني بيجي لنا وقت اكيد وبفرح مع من تاني، ويوميها بتبقى الدنيا من الفرحة مش سيعاني، ده كفاية عليا اللحظة دي انا مش اناني، بهتف كلمة بسابع حروف بيهز كياني، زملكاوي الاخر يوم في عمري ما اللي رباني كان زملكاوي، واسمع كلامي انا جنب النادي ده عمري ما همني اسامي، ناس تمشي وناس تفضل بروحها كسب احترامي، انا مش بريء لو كان حبك هو اتهام. ايوه اتهام. واسمع كلامي انا جنب النادي ده عمري ما همني اسامي، ناس تمشي وناس تفضل بروحها كسب احترامي، انا مش بريء لو كان حبك هو اتهام. ايوه اتهام.
عايزين نقول ان النادي الاهلي في المباراه دي قدم مباراه طيبه جدا، استحوذ على الكوره بصوره كبيره جدا، رغم تقدم نادي الزمالك بهدفين ولا احلى ولا اروع للنجم المقاتل باسم مرسي وشيكابالا وصناعه هدفين، لكن النادي الاهلي استطاع انه يعود، والنادي الاهلي عودنا على ده ان هو حتى لو خسران 2-0 الزمالكاويه بيبقوا قلقانين ان هو ممكن يرجع في اي وقت، وده حصل في اكثر من مباراه خلال 10 سنوات اللي فاتوا، منها كاس مصر، نهائي كاس مصر 4-3 الزمالك دائما يتقدم ثم فاز الاهلي في النهايه، كمان مباراه كان مع حسام حسن قاب قوسين او ادنى من الفوز بيها ويستطيع محمد بركات في الثواني الاخيره انه يتعادل 3-3. يعني في اكثر من مباراه الاهلي قادر على العوده، في بعض الاحيان بيفوز مع العوده كمان. النادي الاهلي في مباراه السوبر كان الزمالك كسبان وجاله ضربه جزاء وكهربا ضيعها، ويعود ويتقدم 3-1 ثم بيتم تقليص الفارق ل 3-2 بهدف لكهربا ويفوز الاهلي بالسوبر. فعشان نكون منطقيين، لو احنا بنقارن ماتش السوبر، كهربا جاب ضربه الجزاء، الزمالك خد السوبر وسيطر والدنيا اتغيرت. الماتش دوت لو باسم مرسي ما جابش ضربه الجزاء كانت الدنيا متغيره تماما. حتى بعد ما باسم مرسي جاب ضربه الجزاء، لو في الشوط الثاني في اول دقيقتين من الفاول اللي راح بيه مؤمن زكريا انفراد حط الكره جون، كانت 2-2، نفسيه لعيبه الزمالك هتنزل الارض، نفسيه لعيبه الاهلي هتطلع لفوق، كان ممكن جدا الاهلي يعود ويفوز وكانت الدنيا تتغير. بعد ما كان الزمالك كسبان 2-0 الاهلي يروح 3-2 ويفوز ويعود ويكسب مكسب رهيب، وكان في الوقت ده الاهلي كان مسيطر سيطره تامه اول ربع ساعه من المباراه في الشوط الثاني او ربع ساعه من الشوط الثاني، ولكن بيجي الولد الشقي مصطفى فتحي بيحرز هدف من تمريره هي تقريبا اهم حاجه عملها ايمن حفني في المباراه دي، تمريره مصطفى فتحي، وبيستطيع مصطفى فتحي انه يحرز هدف من احلى واجمل الاهداف بصوره كويسه جدا، بيعدي الكوره من ورا ظهره، بيحاول ان هو يشوطها، بيلم سعد سمير ورامي ربيعه ويحطها ويفوز نادي الزمالك 3-1. بعد المباراه كان في كلام قوي جدا على من جمهور الاهلي، من اعلام النادي الاهلي، من مجله النادي الاهلي، ان فوز نادي الزمالك كان بسبب فعل مشين من باسم مرسي وهو تعمد اصابه سعد سمير، وايضا شوقي السعيد ازاي يقعد يرقص على الكوره، وازاي ايضا ان هو يدوس على رجل وليد سليمان. تعالوا نتفق كلنا يا جماعه ونقول ان احنا ضد اي حد من اي لعيب كان يستفز الخصم، يستفز الخصم بصوره مهينه او فيها نوع من الاذلال بسبب المكسب او الاستهانه بسبب المكسب، تمام؟ احنا كلنا ضد ده. طيب نمره 2، كلنا ضد ان اي لعيب يؤذي زميله او يؤذي لعيب زميله، خصوصا اما يكون متعمد. فاحنا كلنا كأهلوية وكزملكاوية ضد ده، ضد اي تصرف من اي لاعب يخرج عن النص بعد المباراة ويحاول ان هو يبوظ المباراة او يضرب زمايله او يتخانق او يدي بالبوكس أو أو, او 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 ضد ده كلنا. لكن هنا اما نيجي نفكر كده بمنتهى العقلانية، هل فعلا احنا في مصر بجد بندور على ده ولا بندور على لون الفانيلا؟ يعني مثلا اما رمضان صبحي وقف على الكوره كان عند الاهلاويه دي مهاره، وكان عند الزملكاويه دي قله ادب واستهتار بالخصم وعيب، كان عند الزملكاويه حازم عنده حق انه يدي رمضان بالشلوت او ينزل من المدرجات يضربه، عند الاهلاويه ده بلطجه وقله ادب وعدم احترام لحازم، وان دي مهارة ودي حاجة طبيعية، تمام؟ اما باسم مرسي ضرب سعد سمير، وانا من وجهة نظري قد ترتقي للطرد لو الحكم رأى انها متعمدة، قد ترتقي للطرد، كان ممكن تبقى طرد، ممكن تبقى انذار، الحكم هو الفيصل في الكوره دي، لكن كان ممكن جدا يستحق عليها الطرد باسم مرسي. ولكن هنا الاهلاويه قالوا ان باسم مرسي تعمد ده عشان سعد سمير اللي تسبب في الثلاث اهداف يلعب بقيه المباراه وهو مش شايف قدامه ومش مركز،
عشان نكون منطقيين، سعد سمير ده الكلام ده في اول 11 دقيقه كان ممكن جدا مارتن يول يغيره بمحمد نجيب، واكيد بس مرسي ما عندوش علم ان مارتن يول هيقعد سعد سمير حتى النهايه. وعشان نكون منطقيين واحنا لعيبه كوره، غرزتين في الحاجب حصلت كتير قوي مع لعيبه كتير جدا، سواء انا ما كنت بلعب وبعد ما لعبت وقبل ما العب، وكتير قوي بيكملوا وكتير قوي حتى بيربطوا راسهم بالشاش ويكملوا ويحرزوا اهداف كمان. فبالتالي فكرة الإصابة احنا ضدها، فكرة التعمد احنا ضدها. الوحيد اللي يقول ان ده تعمد هو بس مرسي، لان انا ما اقدرش اخش جوه نيته، لكن ممكن اشوف الصورة العامة واقول اه ده فيها جزء من التعمد، ده ممكن دي تكون متعمدة، اصل هو سعد دخل قبليه وحاول يضربه بايده فقال له اصبر. كل ده ممكن كل واحد يحلل زي ما هو عايز، يقول اللي هو عايزه، لكن في النهاية متعمد أو مش متعمد الحكم اداله انذار. لكن احنا ضد إصابة سعد سمير، ضد أي لعيب يخرج عن النص، ضد إن شوقي السعيد يدوس على أنكر رجل وليد سليمان. لكن في نفس الوقت لازم نكون ضد وليد سليمان إما كسر رجل حسام حسن في الاتحاد، نكون ضد وليد سليمان إما عمل كوع لحمادة طلبة. يبقى احنا كده كجمهور ناس عادلين، يعني احنا ناس لا نبغى لون فانيلا، احنا نبغى العدل، يكون في احترام، يكون في لعيبه بتخاف على بعض، يكون في عدم تعمد في اصابه اللاعبين، يكون في اخلاق وعدم استهزاء بالخصم اما نكسب. في حاجه اسمها روح رياضيه، في حاجه اسمها روح رياضيه. الروح الرياضيه مش معناها وطبعا دي الكوره بتاعت حمد، روح رياضيه مش معناها يا جماعه ان انت وانت كسبان 1-0 او 2-0 وفاضل 5 دقائق وفاضل 5 دقايق، يعني دي برضو واضحة جدا، ارجعوا لي تاني، ان انت فاضل 5 دقايق ولا 10 دقايق وانت مغلوب مثلا 2-1 وفي واحد متعور اصابة جامدة جدا، ما تطلعش الكورة وتقعد تلعب 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 عشان عايز تجيب هدف التعادل، او متعادل 1-1 وعايز تجيب هدف الفوز. دي مش معنى الروح الرياضية. الروح الرياضية مش معناها ان انت كسبان 4-0 تروح مطلع الكورة. ما ايه يعني 4-0؟ ما انت كسبان 4-0 ده انت مصلحتك ان انت تطلع الكورة خلاص وتهدى وتستريح وبتاع، والخصم عقبال بقى عايز يجيب 4 ولا عايز يجيب 3 ولا عايز يجيب 2 عشان يلحقك. فالروح الرياضيه الحقيقيه اللي طالعه من القلب اما تكون خسران تعمل دوت. لكن احنا هنا روح رياضيه في ايه؟ مره نقول الكوع غلط ومره نقول الكوع صح. لا، الكوع غلط يا زملكاويه والكوع غلط يا اهلاويه. الاستهزاء بالخصم الاول ايام رمضان صبحي غلط، واللي عمله شوقي السعيد غلط، الدوس على انكل رجل من شوقي السعيد غلط، ودوس رامي ربيعه على انكل معروف يوسف غلط، الخناقه والضرب من حازم امام بعد المباراه وضربه لزميله ونزوله من المدرج غلط، واللي عمله حسام عاشور وحسام غالي بعد مباراه غلط. لازم نقول كلنا غلط، ما نديش مبررات ولا هنا ولا هنا. لو انت بتدور على الاخلاق هتدور على الاخلاق، لو انت بتدور على عدم الاستهتار هتدور على عدم الاستهتار بالخصم، لو انت بتدور على الروح الرياضيه هتدور على الروح الرياضيه. الكوع ده هو الكوع ده، والضرب بعد المباراه هنا هي الضرب بعد المباراه هنا، والاصابه وتعمد الاصابه هنا هو تعمد الاصابه هنا، او عدم تعمدها او عدم تعمدها. لازم نكون كلنا عادلين، نعدل، نقول كل حاجه بما يرضي الله. اما الزمالك هيتغلب هتلاقوا مبررات للهزيمه، اما الاهلي بيتغلب وده بيبقى اقوى شويه، لان الاهلي متعود على الفوز، الاهلي متعود دايما ان هو يفوز وياخد بطولات، فبتكون فكره الخساره اصعب شويه بالنسبه لجمهور الاهلي عن الخساره بالنسبه لنادي الزمالك. تعالوا نروح لجمهور نادي الزمالك او جمهور في احدى القهاوي بعد المباراه وردود افعالهم بفوز الزمالك بكاس مصر. الكره لشيكا يلعبها جميله جدا، ايمن
ناحيتنا يا ولد مصطفى فتحي. مصطفى انفراد انفراد انفراد. مصطفى فتحي السالك كلمة سر الزمالك. هدف رائع. شوف المهارة، شوف الانفراد، شوف المراوغة. الزمالك يفوز للمرة الرابعة على التوالي بكأس مصر، يفوز على النادي الأهلي نتيجة كبيرة 3-1 بالتخصص باسم مرسي هدفين والحريف مصطفى فتحي. وأنت متوقع النتيجة دي؟ كنت متوقع. الحمد لله ربنا كرمنا، الحمد لله ربنا كرمنا. أنا كنت متوقع نكسب 6-1 مش 3-1. الحمد لله ربنا. مين اللعيب اللي عجبك النهاردة؟ باسم مرسي طبعا. باسم مرسي. إيه رأيك في الماتش؟ الحمد لله الحمد لله تمام. كان ماتش حلو قوي، كان باسم مرسي أجمل واحد في الماتش. رأيك في المباراة؟ المباراة كانت قوية والزمالك يستحق الفوز، عشان احنا كان من اول دقيقه بنلعب بروح قتاليه عاليه. وارفع بكره نادي الزمالك واحب ان المستشار مرتضى منصور. الحمد لله الزمالك اول مره يلعب بروح، الحمد لله رجاله ومفيش بطوله ثانيه تطلع من 100 عقبه ان شاء الله. شايف اللعيبه كانت رجاله النهارده؟ الحمد لله وفي روح جامده الحمد لله. مين اللعيب اللي عجبك النهارده؟ مرسي طبعا وشيكابالا. رجاله وعارفين انهم هيكسبوا الاهلي. رجاله 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 الله اكبر عليهم. كيف اداء الحكم؟ ما مش قوي يعني، مش قوي حكم، مش قوي، مش حلو قوي يعني. شفت المباراة ازاي ومين اللي عجبك في الأداء النهارده من اللعيبة؟ الحمد لله توفيق، وكان عاجبني شيكابالا وباسم مرسي ومصطفى فتحي. متوقع النتيجة دي بصراحة؟ الحمد لله الحمد لله. المباراة فنيا شايفها ازاي؟ محمد صلاح ومؤمن سليمان يعني النهارده أداروا المباراة فنيا على مستوى عالي. مؤمن سليمان أقول له فيري جود فيري جود فيري جود. مدرب واعد، مدرب جديد، أتمنى من إدارة النادي تحافظ عليه. أنا قلت لك قبل كده في الدور قبل النهائي بطل المباراة مؤمن سليمان. النهارده مؤمن سليمان ابو فلوس مصريه بسيطه كسب ابو دولارات. جاي من الكويت مخصوص على اساس المباراه ديت، ان احنا كنا نشوفها بجمهور، للاسف الشديد بدون جمهور. يا ريت الحته ديت تكون الخطوه الجديده ويرقصها ايا كان، ولازم الجمهور ترجع سياده المستشار. رايك ايه في المباراه؟ مباراه ممتازه 100%، والزمالك قدم مباراه ولا اروع منها، من افضل مباريات للنادي الزمالك. معظم الكويت بيشجعوا الزمالك؟ اكيد انا واحد منهم. كاهلاوي شفتم اداء الاهلي ازاي؟ الاهلي كان اداؤه ضاغط طول الماتش، بس للاسف كان عندنا ثغرات في ايه الثغرات؟ زي سعد سمير، زي وفي قوات برضو قوه برضو في الزمالك زي مصطفى فتحي ما شاء الله عليه. في كذا لاعب يعني قدر يعمل الفارق للزمالك. مارتن يقول ما يعني النهارده ما قدرش المباراه فنيا؟ لا فنيا مارتن يقول كل تغييراته مش مظبوطه، بنزول اتنين فراوده ومفيش حد يوصل لهم من نص الملعب. انت شايف ان انت كاهلاوي زعلان النهارده الاهلي؟ انا الاهلي لعب مباراه جميله وكره رياضه لازم فيها مكسب وخساره. الحمد لله احنا راضيين يعني، مش مشكله بالنسبه لنا يعني. هو الاهلي لعب جد في اول شوط، تاني شوط كان بيخرف الصراحه، ويعني ما ينفعش اللي عمله ده خالص النهائي يعني. هو الزمالك كان بيستحق الصراحه اللي هو يكسب في الاخر. هي الفكره في بدايه التشكيل من الاول يعني، الاهلي ادى مباراه حلوه، بس الفكره ما يبدا بسبب رحيل ليه يعني. انت ما انت جربت عليه معلول، انت جايب عليه معلول عشان يلعب. مباراه جميله جدا، ونتمنى ان شاء الله ان شاء الله كده المكسب اللي جاي ان شاء الله في افريقيا، والزمالك يشرفنا وياخد بطوله افريقيا ان شاء الله. الاسره كلها زملكاويه؟ كلها. ولادك دول؟ ولادي. اسمك ايه؟ عمر امجد. ايه رايك في المباراه يا عمر؟ المباراه ممتعه جدا، ونشكر كل اللعيبه على الاداء اللي هم عملوه النهارده. باسم مرسي كان اداؤه عالي النهارده. مين تاني عجبك؟ ايمن حفني ومصطفى فتحي واسلام جمال والشناوي، اكتر واحد كان اداؤه حلو برضه. وانت اسمك ايه؟ ايهاب. ايه رايك في المباراه؟ الحمد لله. بص للكاميرا كده. كانت حلوه جدا، وان شاء الله الزمالك هياخد دوري وكاس تاني. الف مبروك لكل جماهير نادي الزمالك، الفوز الرابع بالكاس على التوالي، وان شاء الله باذن الله السوبر زملكاوي باذن الله. مين اللي عجبك النهارده في المباراه؟ والله الماتش كان كويس من ناحيه يعني، الماتش كان كويس، بس الزمالك النهارده الحمد لله ربنا عوضه بالماتش اللي قبليه، لان الزمالك كان الماتش اللي فات فعلا كان افضل بكتير جدا من الاهلي، بس ربنا ما وفقش. النهارده احنا ابطال الكاس لرابع مره على التوالي، الاهلي بقاله 11 سنه ما خدش كاس. عايزين نتكلم على الصوره المضيئه للرياضه المصريه، واللي هي بتيجي بالصدفه. محمد ايهاب شاب، عايز اقول لكم قصته غريبه جدا. محمد ايهاب لعيب رفع الاثقال، وزن 77 كيلو، اللي حصل على برونزيه الدوره الاولمبيه،
واللي كان عنده نوع من التحدي من فترة كبيرة جدا. محمد إيهاب ابتعد عن المنتخب واتقال ان هو خد منشطات، وهو فعلا ما حللوه لقوه عنده منشطات، فتوقف سنتين. فما توقف سنتين اتحاد رفع الاثقال والناس خلاص كله والناس كلها رموه، فعمل ايه؟ راح مقدم ورقه لقطر وان هو هياخد الجنسيه القطريه، وفعلا قدم ورقه وابتدى يكون فيه ان هو ياخد الجنسيه هناك. وفجاه رجع من المنشطات ورجع اتمرن تاني ودخل منتخب مصر والورق اتاخر، وراح بطوله العالم خد 2 فضيه وبرونزيه ورجع. فانتوا عارفين اما اي لعيب بياخد برونزيه او فضيه ليه حوالي 150,000 جنيه، فاللي عندنا في مصر قالوا له لا انت هتاخد 150,000 على الميداليه الاولى والتانيين هتاخد 25%، مع ان لو في ثلاث لعيبه خدوا ميداليات كل لعيب هياخد 150، فالمفروض انا كلعيب لو جبت 3 ميداليات اخد 450، يعني ما هو انا كده كده الدوله عامله للميداليه مبلغ. فالراجل احبط، ولكن في النهايه حاول ورجع تاني وخد ميداليه في 2014 و2015 ووعد الناس انه هياخدها في 2016. خدها بالمجهود الفردي بالتعب بالعرق في الثلاث سنين اللي فاتوا. فالصدفه بتلعب دور مهم جدا في الرياضه. عندنا كمان ساره سمير من الشرقيه، عايشه في الاسماعيليه، ساره اللي عندها 18 سنه اللي خدت ذهبيه اولمبياد الشباب في سنغافوره، الشابات في سنغافوره، رفعت وهي في ثانويه عامه. فالثانويه عامه عندنا ممكن رمضان صبحي يتاجل له، ممكن مصطفى فتحي يتاجل له، اي حد يتاجل له. لعيب كوره ممكن نعمل اي حاجه في مصر لعيب كوره، لكن دي وزير التربيه والتعليم قال ممنوع تتاجل. فكان قدامها قرارين، لإلا تكمل تدريبات، لإلا تخش الثانويه العامه وتسيبها بقى من الدوره الاولمبيه وتسيبها من الميداليات والقرف ده والكلام لاي كلام ده. فهي قررت انها تسيب الثانويه العامه وتروح تاخد 18 سنه، ودي اول لاعبه مصريه تحصل على ميداليه وتقف على المنصه كده ويسلموها ميداليه، ما حصلتش. فالمفروض دي تكون مثال لاي بنت مصريه عندها 18 سنه يا جماعه، 18 سنه بتحصل على ميداليه اولمبيه. واحقاقا للحق انا شخصيا ما كنتش متوقع لها بعد بطوله سنغافوره انها تحصل على ميداليه، لان الموضوع صعب، موضوع صعب جدا. حتى الناس ما كانوش مرشحينها، يعني كانوا مش عايزه تطلع رابع خامس سادس، لكن بعزيمتها وارادتها استطاعت انها تحصل على ميداليه اولمبيه كاول امراه مصريه تصعد على منصه التتويج في اي دوره اولمبيه. معانا محمد سمير، طبعا شقيق ساره سمير. ازيك يا محمد؟ ازي حضرتك يا فندم خالد؟ ازيك والف مليون مبروك يا محمد. الله يبارك فيك يا فندم، الف مبروك لمصر كلها. ربنا يخليك. محمد انتوا منين اساسا؟ حضرتك احنا من قريه الهوانيه مدينه القصاصين محافظه الاسماعيليه. انتوا طول عمركم يعني مش من الاسماعيليه انتوا؟ احنا اسماعيليه. وساره ايه اللي خلاها تفكر انها تلعب رفع اثقال يعني، وهي وبدات امتى يعني؟ ايه اللي خلي يعني انت عارف في لعبه رفع الاثقال للبنات دي مش اي حد يلعبها ويوافق عليها يا فندم. الرياضات الفرديه عامه حضرتك عارف في الكره وفي الفلاحين يعني ما فيش لا رفع اثقال ولا غيره. فانا اللي كنت بلعب رفع اثقال وهي كانت عارفه، انا يعني كانت تيجي تتفرج عليا مع الحاج الله يرحمه، وكان يعني كانوا متابعيني اول باول، وساره حبت اللعبه وكان نفسها تلعبها يعني. يعني انت السبب في ان ساره لعبه رفع الاثقال، لقيت اخوها الكبير بيلعب وبتروح تتفرج عليك فقالت الله اللعبه دي حلوه انا عايز العبها. ايوه، وكمان كان اللي كان بيشجعها اكتر ان هي كانت بتشوف بنات صغيره بتلعب رفع اثقال. كنا في المدرسه العسكريه في اسماعيليه. بنات كتير كانت بتيجي تتفرج علينا، والمدرسه كان فيها فريق بنات يعني. هي عجبها الموضوع، وبعدين يعني هي كانت خامه كويسه والحمد لله خدناها النادي هناك، والمدربين والكباتن والعقيد ابراهيم الخولي طبعا شافوا ساره وعجبوا بها جدا واتمرنت في النادي لغايه لما راحت المنتخب وربنا وفقها ووصلت للي هي فيه ده دلوقتي. طيب اسالك سؤال، ساره عندها كام سنه بالظبط يا محمد؟ ساره عندها 18 سنه. بدات الرفع الاثقال امتى؟ كام سنه؟ من حوالي 5 سنين، وعندها 12 13 سنه تقريبا. ياه، يعني لغايه 13 يعني ممكن نقول مثلا ان الدوره اللي فاتت الاولمبيه دي كان بقى لها مثلا سنه بتلعب ولا حاجه.
هي كانت لسه بادئه حديد، ما كملتش حاجه يعني. كانت لعبت بطوله افريقيا تقريبا. كانت اول بطوله لعبتها دوليه كانت بطوله افريقيا في تونس، دي كانت اول حاجه جابت فيها 6 ميداليات ذهب. طب عايز اسال سؤال، ايه اللي بيميزها؟ انت طبعا لعيب، انت مش بتكلم على اختك دلوقتي، انا بكلمك ان انت لعيب. ايه اللي بيميز ساره؟ ايه اللي بيفرقها عن 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 اللاعبات التانيين يعني؟ اي لاعب يا كابتن، اي لاعب في اي لعبه لو الانتقاء بتاعه صح وهو في مكانه، يعني حضرتك اخترت لاعب جسمه مناسب للعبه معينه او قدراته البدنيه والفسيولوجيه مناسبه للعبه معينه، وابتدى هو يتمرن في الحته دي، يعني بيبقى فرقه غير اللي معاه خالص في التمرين. يعني بنتمرن مع بعض، لكن واحد بدنيا ينفع في اللعبه دي والتاني ما ينفعش، فهتلاقي واحد بيتقدم عن التاني بطريقه اسرع. فساره يعني كانت احق في المكان الصح. يعني بالعربي كده القصه مش قصه عضلات. لا، دي الاول توفيق من عند ربنا، وبعد كده يعني ده حسن انتقاء وحسن اختيار للعبه الحمد لله بعد توفيق ربنا للمدربين والجهاز الفني في المدرسه العسكريه والمنتخب اتحاد رفع اثقال كله. هل فعلا ساره بعد الميداليه اعلنت اعتزالها؟ لا، ما حصلش. كان في بعض الناس ابتدت تتكلم انها يعني خلاص حققت اعلى طموح ليها، فبالتالي مش يعني. لا، ده حضرتك ده مش اعلى طموح. ساره والدها الله يرحمه متوفي السنه اللي فاتت بس. الله يرحمه، كان نفسه يشوفها طبعا في الله يرحمه كان يعني رسم لها ان شاء الله ميداليه ذهب في اولمبياد 2020 ان شاء الله، وهي كانت بتلعب على الامل ده وداخله البطوله دي بحيث ان هي تخش المجال بقى وتنافس وتشوف نفسها هتعمل ايه. وصار يعني الحمد لله راجل بتسد في اي مكان، وقدرت ان هي يعني تفرحنا كلنا وترفع راسنا وتشرفنا يعني الحمد لله. عايز اسالك سؤال، وانت قبل الدوره دي كان الناس مرشحاها للمركز الكام؟ يعني ساره يعني ما كانش الموضوع ثابت، كان في المفروض لعيبه توقفت، كانوا بيقولوا في لعيبه توقفت وكده، فهي كانت قالت انا هنافس على ميداليه، وبعد كده قالوا لا ده لعيب كازاخستان ولعيبه الصين ومش عارف ايه هيلعبوا البطوله تاني، معنى كده ان انت يعني ايه هتلعبي على ترتيب رابع خامس كده. لكن يعني هي رايحه على ان هي بتنافس بعيد الميداليات. لكن ساره الحمد لله عملت ارقام جديده في الماتش ما كانتش بتعملها قبل كده، ده اللي فرق معاها وخلاها تخش في مجال الميداليات، وان هي قدرت تاخد ميداليه من البطوله دي. يعني ممكن المستوى يتطور مع 2020 ونلاقي ساره ان شاء الله عندها فضيه او ذهبيه او على اقل تقدير برونزيه كمان. ان شاء الله ان شاء الله بتوفيق ربنا يعني هتلعب 2020 بدون منافس بعون الله. ان شاء الله باذن الله، والف مليون مبروك يا محمد، واعتقد شرفت العيله وشرفتكم يعني، وحاجه تفرح يعني. الله يبارك فيك يا فندم، الف مبروك لمصر كلها. طب اخيرا موضوع الثانويه العامه ده، هل انتوا حاولتوا ان انتوا تاجلوا الامتحانات وتم رفض الطلب؟ طبعا حاولنا ناجل، وان احنا كمان ان هي تمتحن في البرازيل بره، لكن طبعا الرد اتقبل ان ساره اثناء امتحانات الدور الاول كانت في مصر وما ينفعش ان هي تمتحن بره، وقرار ان هي تمتحن بره ده ممنوع نهائي. ومعانا طبعا ورق ان احنا مقدمين طلبات في تاريخ كذا وتاريخ كذا. طبعا المختص بالحاجات دي العقيد ابراهيم الخولي، اداري في المدرسه العسكريه وكان مدير مدرسه عسكريه، هو اللي معاه الورق ده كله يثبت الكلام اللي احنا بنقوله ان احنا مقدمين طلبات بتاجيل امتحانات ساره، وان هي كانت تمتحن في البرازيل، فده كله اترفض. وطبعا قالوا ان هي تمتحن في امتحانات الدور الثاني اللي هي بكره، وساره لسه في البرازيل. فلما نشوف، المفروض ان هم قالوا ان هي هيتعمل لها لجنه ثانيه، دي حاجه استثنائيه خالص بقى بعيد كل ده، ان هي هتمتحن بعد لما تيجي من السفر، ولسه ما حدش كلمني رسمي اكد لي الخبر ده. تمام، على العموم اعتقد الميداليه دي اهم من 100,000 ثانويه عامه. لا يا فندم، حضرتك والدها الله يرحمه كان بيجري على التعليم وعدل على دراستها، ساره كانت متفوقه، عمرها ما سقطت سنه ولا شالت ماده. ياه. ساره متفوقه في ابتدائي واعدادي ومن المراتب الاولى، يعني هي مستواها قل شويه في الثانوي لكن عمرها ما شالت ماده ولا سقطت سنه. يعني هي حلمها ايه؟ يعني كانت عايزه ثانويه عامه، حلمها عايزه تخش ايه، جامعه ايه؟ والله دي حاجة ترجع لها، لكن يعني سارة دراسيا والدها كان شقيان في الدنيا عشان ان سارة ما تتخلفش يوم واحد عن دراستها. يعني ما كانش عايزها تخش ولا دبلوم ولا عايز تخش ثانوية عامة ويشوفها في جامعة ويشوفها في حاجة كبيرة. الحمد لله ما فيش أخ فينا دبلوم، كلنا ثانوية عامة، أنا بكالوريوس تربية رياضية أول دفعة برضه الحمد لله، وأختي الصغيرة اللي بعد سارة لسه داخلة أولى ثانوي عام، وأختي الكبيرة ليسانس حقوق وسارة في ثانوي عام برضه. ما عندناش احنا دبلوم والكلام ده، كلنا الحمد لله دراسيا كويسين. ربنا يكرمكم، وانتوا عيله مصريه اصيله،
ويكفي ان ساره خلاص بقت حديث العالم وحديث مصر كلها يعني بتعبها 4 سنين متتاليه محدش بيحس بيهم غير بعد تحقيق الميداليه. اشكرك محمد سمير. معاه سياده العميد فتحي المستشار رفع الاثقال في القوات المسلحه. سياده العميد ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك وبنقول لحضرتك الف مليون مبروك. الف مبروك لمصر والف مبروك للجنه الاولمبيه ولجهاز الرياضه العسكري ولوزاره الشباب والرياضه والاتحاد رفع الاثقال. يعني اعتقد احنا بنشاركين في اكتر من لعبه ولكن دايما بيبقى رفع الاثقال ده هو اللي عليه يعني ايه الحمل كله، يعني اللي هو يحرز ميداليه لمصر. يعني بص يا فندم، هو كان مخطط ضمن برنامج المدارس الرياضيه العسكريه اللي اتعملت التي انشات سنه 2005 ان يكون هناك ابطال اولمبيين، وبناء عليه تم وضع لوائح من ضمنها ان القوات المسلحه بتصرف على اولادها جوه معسكرات مغلقه نفس اسلوب عمل الفرق القوميه. انا مسكت الفرق القوميه حوالي 12 سنه وكان عندي ميداليات في بطولات العالم، نهله وحسام وعصمت وطارق يحيى، وطارق يحيى 2010 ميداليتين في بطوله العالم الكبار اللي هي قبل لندن. فاحنا تخطيطنا كان ان يبقى في ابطال اولمبيين من قطاع البطوله الرياضيه، اللي هو الهدف من انشائه عمل ابطال اولمبيين، صناعه ابطال اولمبيين لمصر. الهدف الحمد لله ان احنا لقينا ليه نتائج دلوقتي ولقينا ليه عائد، واحنا بنطلب الاهتمام الزياده كمان شويه كرفع ابطال كلعبه، لان احنا بايدينا الحقيقه ممكن نعمل احسن من كده كمان كتير. انا متاكد من اللي انا بقوله. احنا عالميا كويسين بس نقدر نعمل احسن كده، نقدر نعمل واحنا ما بنطلبش اكتر من ان يكون هناك دعم ودعم مراقب ويتم المحاسبه عليه علشان برضه فلوس المال العام يتحافظ عليها. وبيتهيألي مصر كلها هتكون سعيدة لما يكون في ميداليات ذهب أولمبية باسم مصر، شعب وحكومة وقيادة وأجهزة فنية وكل الناس هتكون سعيدة بهذا الأمر ان شاء الله. وبنقول لك الف مليون مبروك والف مليون لكل المبروك المصريين يا سياده العميد. اشكرك على مداخله حضرتك جدا جدا جدا. عايزين ده محمد ايهاب طبعا شايفين حققنا ميداليتين، وللاسف يعني من الواضح كده يا جماعه النهارده كمان عشان نكون منطقيين فريده عثمان اللي هي افضل من افضل ارقام العالم في 50 متر حره النهارده بتحسن رقمها الافريقي، وهي كان رقمها 24 ثانية 95 جزء من الثانية، حققت النهاردة 24.91 رغم انها كمان نزلت متأخر شوية في الستارت، ولكن رقمها ما يأهلهاش على ما اعتقد للدور قبل النهائي، لان في ارقام وصلت الرقم العالمي كان 24 وشوية، النهاردة وصل 23 في التصفيات اللي هي مش قبل النهائي كمان، هما بياخدوا 8. فاعتقد ان حققت رقم مش معناها انها ما حققتش ميداليه، هي حاطه في دماغها انها تحقق ميداليه 2020. وفريده عثمان عايشه في امريكا، بتتمرن في امريكا، واخده منحه دراسيه وعايشه هناك، فالسباحه بالذات الميداليه فيها صعبه. يمكن الوحيد العربي الوحيد اللي استطاع ان ياخد ميداليه هو الملولي اسامه الملولي من تونس، وهو هيخش كمان 1500 النهارده. نتمنى التوفيق يا رب للاعب التونسي. اسلام الشهابي النهارده كتير جدا كانوا بيتكلموا ان هيلعب لاعب اسرائيلي، بس على فكره حتى فريده عثمان وهي بتلعب، بس يا جماعه عشان احنا بنحب نكبر المواضيع، فريده عثمان وهي بتلعب في التصفيات كان هي في الحاره رقم 4 وفي حاره رقم 8 في لاعبه صهيونيه يعني. محمد صلاح قبل كده راح لعب في اسرائيل هو والنني ولعب وسلم على لعيبه اسرائيل. النهارده عشان نكون منطقيين، اللاعب اللي هو الصهيوني ده اللي انتم شايفينه ده هو مرشح 900% انه يكسب اسلام الشهابي. يعني اسلام الشهابي ترتيبه بعد ال 25، اسلام الشهابي عنده 34 سنه، عمل صليبي في رجله اكتر من مره، كان زمان من 7-8 سنين من احسن 3 في العالم، اللعيب ده عنده حاجه 20 سنه الصهيوني دوت، نمره 5 على العالم ونمره 2 في اوروبا، فهو متوقع انه يكسب، لكن الناس زعلت
لان شافت انه جابوا ايبون او يعني في الجودو كده يعني الهزيمه دي قاسيه يعني عيب يعني مش لعيب كبير اللي يتغلب بالشكل دوت بالظبط زي دي كده. فطبعا دي وصل ل 100-0 واتغلب. فاسلام الشهابي كان قدامه مش عارف يعمل ايه فخلاص مش قادر اللعيب جامد عليه جدا قام الراجل راح يسلم عليه ما رضاش يسلم عليه. ناس اشادت بان اسلام ما يسلمش وناس بتقول يعني ليه يعني وحصل نوع من الاستهجان وصفافير الاستهجان واحنا كل الجرايد هتتكلم عننا يعني بره مصر ان احنا ناس عنصريين والناس ما رضيناش نسلم والسلام ده بتاع ربنا وكلام من هذا القبيل وفي ناس تانية تقول لا ده لا يستحق السلام وكلام كتير والناس ما بتبطلش كلام اهو مش راضي يسلم اهو وكان هيضربه عايز يضربه ومش يعني عاوز يقول له ايه اللي انت والناس قاعده تتصفر وبتاع الناس بتشيد بكده ناس ما بتشيدش بكده. اسلام ملتحي زي ما انتم شايفين متدين لكن في النهايه هو ده اللي حصل. كنا نتمنى ان مستوى اسلام ان يكون افضل في المباراه. ميدو كتب قال بطل من ورق احمد حسام ميدو مع احترامي لاحمد حسام ميدو اسلام الشهابي بطل كبير مش معنى ان هو يتغلب يعني ما احنا يعني مش معنى انه يتغلب من لاعب صهيوني دي رياضه يا جماعه دي رياضه. لكن انا شخصيا كنت مع انه يعني يسلم عادي يعني ما اصل مش السلام ده اللي هيرجع فلسطين ها وغزه ومش عدم السلام هو اللي هيجيب لنا كرامتنا وحقنا يعني ما اهو عادي بيسلم على اللعيبه عادي اهو على كل دي لعيبه عادي ومحمد صلاح نجم من النجوم الكبار هو ما بيحبش لكن ده عمله ده شغله دي الرياضه بتاعته يا عادي يا جماعه عادي ده دي وجهه نظري. طيب على المهم هي دي كانت يعني وجهه النظر واللي حصل النهارده. عايزين نقول برضو الفهد الديحاني في رمايه الطبق حصل على ذهبيه ولكن لم تحتسب للكويت الدوله الشقيقه بسبب ان الكويت يعني متشاله من اللجنه الاولمبيه بقرار من اللجنه الاولمبيه الدوليه واللاعب بيلعب باسم بيحط علم الدوره الاولمبيه لكن هو في النهايه بيسجد شكرا لله لانه عارف ان الميداليه دي لبلد الكويت واحنا عارفين انها لبلد الكويت. الديحاني لو احنا احقاقا للحق الترتيب هي الكويت نمره اولى نمره واحد على مستوى العرب لانها جابت ذهبيه لكن هو في الترتيب العام مش محطوطه لان الدوره اللجنه الاولمبيه مش معترفه هي حاطين علم اللجنه الاولمبيه ان هو بيلعب باسم علم اللجنه الاولمبيه. النهارده كمان ان شاء الله التونسيه احرزت في سلاح الشيش ان شاء الله العرب في 800 متر اللاعب الجزائري ان شاء الله هيبص وهو ده علم اللجنه الاولمبيه مش علم الكويت يا جماعه شوف مرفوع علم اللجنه الاولمبيه فبالتالي ان شاء الله كل دول يتالقوا ويحرزوا ميداليات للعرب ميداليات وبنبقى فخورين عشان نكون منطقيين. الامارات جابت ميداليه هي جابت ميداليه لاعب مجنس ممكن جدا تجنس لاعب يعني في لعبه فرديه مره كده لكن ما بتحسش بنفس الفرحه يا جماعه يعني احنا كعرب بنحس بفرحه الميداليه بلاعب عربي ومثلا منتخب قطر مثلا بيلعب في كره اليد زورابوف مع كانان كارتوف معرفش ايه يعني حاجات اسامي غريبه كده اسمها ابراهيموفيتش اي حاجه فطبعا دول مش قطريين لكن في النهايه بيلعبوا باسم قطر وبياخدوا الباسبور القطري وبيلعبوا مقابل المال يعني اللاعبين اللي بيلعبوا في قطر دول مش عايشين في قطر ما بيعرفوش يتكلموا عربي ولا قطري ولا خليجي مش حافظين علم قطر مش حافظين على النشيد الوطني القطري يعني ما بيلبسوش الجلابيه يعني لكن حد يقول لي يا كابتن خالد ما هو مثلا فرنسا عندها 5-6 اللي خدوا كاس عالم مثلا مش فرنسيين لا في فرق يا جماعه في فرق ما بين واحد اتعلم في المدارس الفرنسيه ابوه او امه واحد فرنساوي وواحد افريقي متربي في فرنسا راح وعنده 16 سنه يجيد اللغه الفرنسيه يعني عشان كده تلاقوا في بعض الاحيان ناس بتفضل البلد دي عن البلد دي يعني مثلا ستيفان شعراوي ما هو ابوه من طنطا لكن هو مولود ما عرفش غير ايطالي ما امه ايطاليه قرر ان هو يلعب باسم ايطاليا مثلا فبالتالي لكن هنا ده فرق يا جماعه العادات والتقاليد والحاجات مختلفة لكن دي سياسات دول لكن احنا كعرب بنفرح بالعربي
اللي بيسجد شكرا لله، اللي بيروح ويقعد يردد النشيد الوطني ويقعد يبكي بحبا لبلده، مش يبكي عشان حس ان هو عمل فخر لنفسه، لا، فخر لبلده والأمته العربية. هنطلع لفاصل الإعلاني وهنروح بعد كده هنجيب لكم بعد الفصل الإعلاني على طول، يا ريت تضموا على بعض كده، نجيب السوبر الأوروبي ريال مدريد 3-2، السوبر الإنجليزي 2-1 لمان يونايتد على ليستر سيتي، والسوبر السعودي الأهلي والهلال، وأنه لشرف كبير أول لاعب مصري يحصل على ثلاثية المحلية دوري وكأس وسوبر محمد عبد الشافي، أول لاعب مصري يحصد الثلاث بطولات في موسم واحد، وهو لاعب يستحق لأنه لاعب خلوق، والدوري السعودي هو أقوى دوري عربي بسبب الملاعب، الإخراج، كم اللاعبين، المدربين، الحضور الجماهيري. نروح نتفرج ونستقبل بعديها الأستاذ أبو المعاطي زكي، وما نرجع هنتكلم عن ماتش زيسكو والأهلي، أقول لكم التشكيل، مين اللي هيلعب المباراة، واحتمالات الصعود للنادي الأهلي هتكون عاملة إزاي بعد الفاصل والأهداف. يلا بينا. ورجعنا لكم مرة أخرى ومعايا ومعاكم الناقد الرياضي الكبير الأستاذ معاطي زكي، رئيس تحرير نجم الجماهير. أستاذ معاطي زح حضرتك. ازيك بيك يا كابتن خالد، الحمد لله على السلامة، ومصيف سعيد، ومبروك الكاس. ربنا يخليك. إيه سبب تسميتك نجم الجماهير؟ يعني إيه اللي خلاك تسمي الاسم؟ ده موضوع قديم بقى، ده كان الجورنان ده كنا هعمله أنا واتنين كمان، المهندس عادل القيعي وكابتن عصام عبد المنعم. وكان كابتن عصام عبد المنعم مش داخل بفلوس، داخل برأي فني، وأنا والمهندس عادل كنا هنتشارك فيه. فقعدنا نتشاور انا والمهندس عدلي في الاسم، واخترنا الاسم ده. ولما جينا في الخطوات التنفيذيه المهندس عدلي خرج، والكابتن عصام استمر معايا عده سنوات كمستشار فني بدون اجر طبعا متطوع ودعما ليا، واكتفى بمقالاته. تمام. فكنا احنا واخدين الفكره دي ان احنا بنقدم النموذج، بنقدم القدوه، بنقدم كده. تمام. النهارده عندنا كلام كتير قوي، يعني من الاسبوع اللي فات حصل احداث كتيره جدا، طبعا كاس مصر اهمهم، فوز الزمالك على النادي الاهلي كان حديث الاسبوع كله. طبعا عندنا ماتش كمان ساعه ونص من دلوقتي او اقل كمان، ماتش الاهلي وزيسكو، هو ماتش مصيري لان الفوز هو معناه البقاء في المنافسه، التعادل معناه الخروج. عندنا كمان كلام على باسم مرسي وسعد سمير وليد سليمان، الكلام اللي اتقال، عندنا كلام على ماتش السوبر وبدايه موسم جديد، تحب نتكلم في ايه؟ نبتدي بايه؟ هو مبدئيا يا كابتن، هو التشكيل وصل اهوت. اظن ده التشكيل الرسمي اللي انا كنت بقول لك عليه قبل المباراه، اللي هو بيلعب باحمد عادل ورحيل وربيعه وسعد سمير وفتحي عاشور وغالي وعبد الله السعيد وعمرو جمال ومعلول ومؤمن زكريا. كده يبقى خرج وليد سليمان، كان في مشكله على وليد. يبقى وليد على الدكة. كان في كلام الاول ان وليد هيبقى جنب عبد الله، جنب مؤمن، وعمرو جمال قدام. اذا معلول هيلعب كده، هو الراجل صمم يلعب رحيل، دخل رحيل تاني. كده هيلعب معلول جناح مكان وليد. بس وليد مش ظهير ايسر، بيلعب افضل ناحيه اليمين. مش نعيد، لكن نتاكد بس ان وليد موجود جوه ال 18. لا وليد موجود وسعد اساسي، غالبا وليد مش هيخرج جوه يعني بيبقى في كلام على تشكيله. خلي بالك مشكله النادي الاهلي، بس وليد ده احسن واحد في الفرقه. مشكله النادي الاهلي في الماتش ده وفي ماتش نهائي الكاس هو عدم الاستقرار على تشكيل ست. التشكيل في ماتش الزمالك اتغير 3-4 مرات. كان بيلعب الاول كان علي معلول ومحمد هاني. بعد كده شويه قالوا لك شالوا محمد هاني وحطوا احمد فتحي. بعد شويه قالوا شالوا مروان وحطوا عمرو جمال. في الاخر خالص قال لك شالوا معلول وحطوا صبري الرحيل. فكان عدم الاستقرار، شالوا الدو حطوا شيء. على فكره الدو لسه عايش. ربنا يعينك. وفتح كفيف كبر الاب، وهو حارس مرمى طبعا شهير في نادي الزمالك. التغييرات ديت هي اللي عملت حاله من عدم الاستقرار الفني داخل نفوس لاعبي النادي الاهلي. والراجل حتى لما الجهاز معاه ونتكلم معاه قال لهم ما صبر الرحيل ده اللي وقف ايمن حفني في ماتش الدوري وكسبنا بيه، يعني هو لعبه من هذا المنظور. مش لعبه من منظور انه الافضل من علي معلول. على فكره ايمن في الماتش ده كان بعيد عن مستواه شويه، يعني يمكن هو ما عملش غير هدف لمصطفى فتحي. هدف مصطفى فتحي بس. هو عمل هدف مصطفى فتحي، وشيكابالا عمل الهدف الاولاني بتاع باسم. لكن في كل الاحوال ما كانش مطلوب ان يلعب صبري الرحيل، كان مطلوب يلعب علي معلول، واخد الدفعه المعنويه، واخد الدفعه النفسيه، لعب بشكل كويس في المباراه. بيتقال لي من عبد الحميد الشربيني في الاعداد ان وليد سليمان بره التشكيل،
بره التشكيل. وان ان ان شريف اكرامي هو الاحتياطي. ما شريف اكرامي متاخد. ومين تاني يا جماعه؟ محمد نجيب وعماد متعب، محمد نجيب، كريم ندفد، محمد نجيب، مروان محسن، وعمرو السولية. عمرو يبقى هو الاحتياطي. هو كده كده وليد خروجه يعني خساره كبيره جدا للنادي الاهلي، لان وليد هو اعتقد هو يعني محور اداء النادي الاهلي وافضل لاعب في الوقت ده في النادي الاهلي. وهو في نفس الوقت يا كابتن حتى الان يعني انت النهارده ده ماتش مصيري بالنسبه لك، انت كنت ممكن تعمل عنصر مفاجاه وده اللي بيغيب عن مستر مارتن يول، انك تحط عمرو جمال ومروان مثلا بحيث انك انت تبقى ضاغط هجومي، لكن انت بتطلع علي معلول قدامه وهو علي معلول ما تجربش في الحته دي مع النادي الاهلي هينسجم مش هينسجم، في اصرار على فكره صبر رحيل، في غرور شديد جدا من المدرب ان هو واثق عاوز يكسب بصبر رحيل اللي هو محل هجوم في المباراه اللي فاتت. النهارده بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي، لكن انا شخصيا مش متفائل لما يدور في الجهاز الفني في النادي الاهلي ولما تم تسريبه خلال الساعات الماضية عن الخلافات اللي جوه الجهاز الفني في النادي الاهلي مع الادارة مع مارتن. ايه معلوماتك يعني؟ يمكن اسامة خليل نزل مقالة قوية جدا، واسامة خليل معلومات ان المهندس محمود طاهر بيحاول يغسل ايده من اللي بيحصل في جهاز الكرة في النادي الاهلي، في اصرار على مارتن يول، في شرط جزائي بست شهور، في النهاردة في حالة خسارته في غضب جماهيري عنيف هيبقى صعب جدا 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 ان يبقى في مش اسامه محسوب ان هو صديق محمود طاهر. لا مش صديق، بس اسامه شريك في قرارات المهندس محمود طاهر. وهو ده نفس السيناريو اللي مشي بيه علاء عبد الصادق ووائل جمعه. يعني ده نفس السيناريو وده امر خطا جدا وجديد على منظومه العمل جوه النادي الاهلي. طيب بس يعني انا عندي معلومه بس مهمه يا جماعه عشان بس الناس تعرفها. ان في عقد مارتن يول ست شهور في عقد مارتن يول ست شهور، مش دي المعلومه المهمه. المعلومه المهمه ان في حاله خروج مارتن يول من البطوله الافريقيه يعتبر عقده منتهي بدون اي شروط جزائيه. يعني مارتن يول لو لا قدر الله، لا واثق من المعلومه دي ولا كابتن؟ سليمه 100%. يعني هو عقده ست شهور دي جديده، ولو موجوده تحصل لو خرج من دور الثمانيه من دوري المجموعات، لو خرج من دوري المجموعات بيعتبر يعني بدون شروط جزائيه ممكن يعتبر عقده منتهي. لو المعلومه دي سليمه، لو المعلومه دي سليمه، لو الاهلي تعادل النهارده مارتن يول بره النادي الاهلي. ما هو ده عشان كده. ولو خرج قدام اسك يبقى بره النادي الاهلي. بالظبط. هي فكره ايه؟ ان ست شهور والراجل بياخد حوالي 130,000 دولار غير الاقامه غير يعني قول وصل له 150,000 دولار غير ليندمان يا كابتن، 150,000 دولار لوحده. فبالتالي 150 في 6 ده هيكون عشان الاهلي يغيره لازم يدفع المبلغ ده. لكن في حاله خروج النادي الاهلي طبعا جمهور النادي الاهلي يحب ان مارتن يول يكمل عشان الاهلي ما يخرجش من افريقيا. لكن مارتن يول على ارض الواقع عنده مشاكل في مع اللعيبه، مع زيزو، مع جهازه الفني، وايضا مع التشكيل والتغييرات. لغايه دلوقتي هو غير مقنع لجمهور النادي الاهلي نفسه. مارتن يول يا كابتن جاي يتفسح زي ما قلت معاك هنا الحلقه اللي فاتت اللي كانت من شهر ونص، لم يقدم جديد للنادي الاهلي، لم يضف اي شيء للنادي الاهلي، ما عندوش رغبه في انه يجود، ما عندوش رغبه في انه يدير. كلام حتى اللي اتسرب امبارح ان هو مش ما عندوش قدره على السيطره على اللاعبين. اللي عمله امبارح جون انطوي انه يخرج من التدريب يمشي. طيب معانا الاستاذ محمد حبشي وكيل مستر مارتن يول. استاذ محمد ازي حضرتك؟ كابتن خالد ازي حضرتك؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ كله تمام؟ كله امور بخير الحمد لله. تمام. بدايه معلومه دي، هل فعلا مستر مارتن يول في شرطه التعاقدي هو الوصول للدور قبل نهايه على اقل تقدير ولا لا؟ لا يا فندم، انا مارتن يول موجود مع النادي الاهلي المشروع لمده سنه ونص وهو موجود طول الفتره، يعني ما فيش حاجه الكلام ده خالص. يعني ما فيش اي شروط. الشرط الجزائي في فسخ التعاقد هو ست شهور على ما اعتقد. لا يا فندم، هو مش مظبوط كده، يعني مش بالشكل اللي موجود ده. يعني هو في شرط كده ما بينه وبين النادي الاهلي. يعني لكن بنود تعاقديه ما فيش اي مشكله في العقد، يعني ما بين الراجل ومارتن والنادي الاهلي يعني. لا ما فيش. ايه يا استاذ محمد؟ ما فيش مشاكل، يعني ما فيش مشاكل لو قعدوا مع النادي الاهلي سواء بقى او رحل. يعني كان اسال عليك سؤال، هل فعلا كان جاله عروض خليجيه او سعوديه الفتره الاخيره؟ هو طب يعني بالطبيعي ان الراجل الناس كتير بتتكلم لما بيحتاج مدرب، لكن ما جالناش عرض رسمي لان احنا عارفين الباب ده تماما. يعني
كلمك في انه عاوز يمشي او ان هو مستاء من الغضب الجماهيري او ما تم تسريبه عن ان هو ضعيف الشخصيه في التعامل مع اللاعبين يا استاذ محمد؟ خالص يا فندم. يعني احنا مارتينيول بعد ما كان موجود في توتنهام وهامبرج واكس واكبر انديه في اوروبا ما الناس تقول ضعيف الشخصيه، فطبعا دي حاجه يعني بالنسبه له كوميديه يعني، لكن عادي طبعا الطبيعي ان النادي الاهلي نادي كبير وفي وقت يعني النادي بيمر بهزيمه فطبيعي ان يبقى في انتقاد في الاعلام يعني. طيب هل مارتن يول نفسه سعيد في مصر يا استاذ محمد؟ يعني طبعًا سعيد طبعا جو شمس وبيقبض مش سعيد استاذ محمد؟ طبعا طبعا مبسوط بجماهيريه النادي الاهلي، مبسوط في مصر يعني، ما قالكش اي ما مش 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 متضايق من اي حاجه؟ طيب استاذ محمد بشكرك، عايز اقول حاجه بس يا جماعه، هو مارتن يول لازم يبقى سعيد يا كابتن. ليه بقى؟ اول حاجه واحد بيقبض فلوس كويسه، ما بيشتغلش، ما بيقدمش جديد، الارض الاداره مقدمه له سبورت غير عادي. مارتن يول بيدرب اكبر نادي جماهيري في مصر. مارتن يول ارتكب خطايا لا يمكن التغافل عنها لو في اداره بتحاسب، لو في اداره بتحاسب. واحد ان هو اساء الى بعض اللاعبين وحطمهم نفسيا ومعنويا فلم يجدهم حتى الان. قبل شريف اكرام يا كابتن، ارجع ورا كده لصالح جمعه لما قالك ان صالح جمعه ليس بديل كفء لعبد الله السعيد، ليس بديل كفء لعبد الله السعيد. صالح جمعه ده اللي هو شال منتخب مصر للشباب وعمل بيه نتائج طيبه مع كابتن ربيع ياسين وكان محترف بره، اذا هو ما حطلوش الثقه في نفسه، كان هو احد الاوراق وكان بيلعب في بعض المراحل. قبل شريف اكرامي هو خلص على قالك على جون انطوي ان هو لاعب كل ما بيلعب بشركه بيحرجني وبيسجل، فعمل ايه بعد كده؟ حطه في المخزن. فجي اللاعب امبارح خلص تدريب خد شنطته ومشي. مشيت ليه يا عم؟ على فكره عايز اقول لك حاجه، في كلام قوي جدا خلال 3 4 ايام اسبوع بالكتير قوي جون انطوي ماشي خلاص. جون انطوي رايح دجله وجاي محمود علاء، ده كلام اتفقوا عليه، ممكن يعلن النهارده او بكره. بس هو السؤال، هل محمود علاء هو السردباك اللي هو الفلته اللي هيضيف للنادي الاهلي؟ يعني الفكره محمود علاء ده في كمان مش في دجله، هل الفكره انطوي بس ده في ناصر ماهر كمان ممكن فيه يروح وفي صالح جمعه وصالح جمعه قال لهم حاجه خلينا اقولها لك. صالح جمعه قال لهم عاوزين تمشوني انا قاعد واخد فلوسي او ادوني فلوسي. ليه قال كده؟ لانه اتحطم نفسيا ومعنويا، انت جايبه نجم من اوروبا. طب ممكن اقول لك حاجه؟ وجايبه لاعب في منتخب مصر، هتقول انه ما كانش ملتزم، انت مفترض انك انت تقومه تحسسه بقيمه الفن. كان عنده القدره على انه يخلي اللعيب ملتزم. طبعا وتحسسه بقيمه انك انت كابتن، ما احنا عارفين لعيبه كانوا بيشيشوا وكانوا بيسهروا وكل حاجه في وجود مانويل جوزيه، لكن كان بيبقى في رادع، كان بيبقى في حد بيلم، كان في بيبقى حد بيوجه، حد بيقول له ده مستقبلك، ده ملايينك. صالح جمعه ممكن يقول انا مستني مارتن يول يمشي عشان اي مدير فني جديد هيجي هلعب وهتألق؟ لا يعني لا ممكن هو المساله دلوقتي مساله عند عاوزين تمشوني اديني فلوسي. لان هو عقده ب 4 مليون في السنه بالكامل يعني. ما هو ده حقه. عايزين تمشوني اديني فلوسي. فهمني؟ هيجي بقى وكيله الاستاذ عبد الرحمن مجدي يقول ان انا عندي عروض او حاجه. طبعا لازم يبقى عنده عروض لان ده لعيب كويس. الحاجه الثانيه مثلا حطم واحد زي ده، حطم واحد زي جون انطوي، حطم احمد الشيخ اللي لعبه في ماتش روما وسجل في ماتش روما وكان نازل بديل وعمل ماتش كويس. وحتى عماد متعب خلاص، وحتى بقى بيشارك يعني في الدقيقه 90 وحتى عماد متعب خلاص لازم يجيب جول يعني في الدقيقه، هتنزل لازم تسجل عشان ارضى عنك، وحتى لو سجل ورضى عنه مش هيرضى عنك. عندك محمد حمدي زكي قال لهم انا عايزه وهو في سموحه جاله، دلوقتي قال لك انا مش عايزه. ميدو جابر لسه جاي امرميه في النار في ماتش الزمالك والفرقه خسرانه 3 والفرقه خسرانه، ما خدش لسه على الجو بتاع مروان محسن. لغايه دلوقتي مروان محسن نزل وقال لك انا عاوزه والزمالك ما دخلش فيه والاهلي خلصه، لعبه في ماتش وبعد كده غيره وبعد كده ما بيشركوش. انت عاوز ايه بالظبط؟ هو الفكره. وبعدين من العار ان يتولى مدير فني اهلي او زمالك ويقول لك انا ببني فريق، ما ينفعش تبني فريق الا في اهلي ولا في زمالك، لانك انت اصلا بتشتري عناصر جاهزه. الحاجه الثانيه النهارده هو في الازمه الرهيبه اللي تم تسريبها حدوته اكرم توفيق، اكرم توفيق 18 سنه، عندك احمد حمدي لعب مع جوزيه باسيرو في المعسكر في الماتشين بتوع الصفاقسي وبتوع اهلي دبي، ولعب هنا ماتشات وخد وكده. وجهه نظر كابتن زيزو اللي انا عرفت بيها مش من الكابتن زيزو نفسه اللي هو بيقول لك طب ما انت هتجيب اكرم توفيق، طب ما تدي فرصه لاحمد حمدي، طب ما تبص على قطاع الناشئين اللي مليان مواهب على اساس ان اكرم توفيق ب 6 مليون هم طالبين فيه دلوقتي. الزمالك برضو شقي دخل قام باعت خطاب قال لك ب 8 مليون احنا عايزينه ب 8 مليون، ما هو مش عايزه
هو بيرفع السعر على الاهلي زي ما الاهلي رفع السعر على صفقه ستانلي زي ما برضو الزمالك رفع السعر على صفقه فيدو جابر وعلى ايفونا وهكذا. فالفكره وجهه نظرك زيزو ان قطاع الناشئين مليان، طلع ناس من عندك وبيعها. بس بقول لك زيزو من الواضح يعني باين في خلافات ما بينه وما بين مارتن يول، يعني ولا مارتن يول عايز زيزو، خليني اقول لك ولا زيزو راضي عن مارتن يول. لا بص يا كابتن، انا بتكلم مع كتير مع الناس اللي في الجهاز الفني، انا ما بلمس ان في خلاف، الخلاف يصنعه الفاشل اللي هو الهولندي مارتن يول. يعني انت النهارده كل الاجواء عندك، اداره الفرقه هو جوزيه ما كانتش لجنه الكره بتحاسبه، كانتش بتقول له ده غلط وده صح وده كذا وده كذا، لكن فكانت بتقول له النهارده مارتن يول منه للمهندس محمود طه مش منه للكابتن زيزو، خلينا نكون صراحة، محدش بيدخل في قراره. وبعدين حضرتك كنت بتتكلم من شويه على سعد سمير، سعد سمير الدكتور قال لهم على الدكه سعد واخد مخدر على عينه ومش شايف، فالافضل لو في كده تغيروه. الراجل قال لك انا ما عنديش ثقه في محمد نجيب، محمد نجيب على الجنب. بس هو انا كاس يعني، فاللي انا بتكلم برضو موضوع سعد ده يعني احنا شفنا يمكن حتقول يا كمان احمد عيد ولا كذا حد ماشي اوكي، الفكره انك يعني انت رديت الفكره ان انه خد المخدر اللي او البنج اللي على هنا خلاه فاقد الاتزان شويه. تاني حاجه لما هتشوف الجون يا كابتن هتلاقي ان سعد اتظلم في الماتش ده من زمايله. اول حاجه هي مشكله دفاع النادي الاهلي، مش دفاع النادي الاهلي، مشكله دفاع النادي الاهلي قلب الوسط. لو هتبص للزمالك دي لو هتبص مقصوده تشوفها طبعا مقصوده متعمده مليار الميه مقصوده، يعني انت مليار الميه مقصوده بس قصده طبعا. وخلي بالك قبلها كان في حاجه حتى كابتن مدحت كان بيعلق وقالها، قال له يا سعد يا سعد، يعني كان باسم زعلان من سعد كان دخل عليه دخله جامده، كان اداله واحده ما ينفعش كده يا سعد كده. وده موجود في الكوره انه يبقى في خشونه او في رجوله، لكن دي باسم قصدها لكن هو برضو ممكن يبقى حد قصد يأذيك يا كابتن وانت شايف، فانت لازم تتفادى يعني انت مش داخل مغمض يعني خدت واحده. لكن باسم قاصد دي وانا حييته انه اعتذر عنها اعتذر لسعد بعدها على صفحته، مش قصده يعني اقسم بالله انه مش قصده. كابتن بص يا كابتن لعبت الكوره وانت طبعا نجم كبير، بيحلف يعني عادي عادي يا كابتن، ممكن لعيب يبقى بتفاوض مع فرقه زي ابراهيم مثلا عبد الخالق، يعني انت شايف كان لازم يطرد الكره دي. بس الطرد ده بقى انا برضو سالت فيه حكام لان مش بحب يعني اتحمس وجهه نظر كل الناس قالت لي بتوع التحكيم اللي يشوفها ويتاكد ان هو قاصد حامل الرايه مش الحكم، وضع جسمه الوقفه اللي فيها ما تخلوش يشوفها لانه مش واقف ورا او مش واقف بجنب بشكل موازي. لا اختلف معاك، معلش اختلف فهو معاك. اتفضل انا بقول لك للحكام قالوه ومنهم الناس كلها. معلش مع احترامي الحكام دول اي كلام بقى، اقول لك ليه بقى. اتفضل. الحكم طالما ادى انذار للاعب وحسب فاول يبقى شاف، يبقى انت فهمت قصدي؟ يعني انا اخدت قرار بالفاول ورحت مدي انذار يبقى انا شفت. لو انا ما شفتش ممكن احسب فاول عادي او ممكن ما احسبهاش خالص، لكن طالما انديت انذار وحذرت اللاعب واديت فاول يبقى شاف. يبقى ده بقى معناه ايه؟ معناه ان الهيصه اللي عملها المستشار مرتضى منصور بتاعت انه معترض على الحكم جابت نتيجه مع المجري؟ مع المجري على اساس مع إن اي حد على اساس ان المجري لا على اساس حاجه بتقول لا لا على اساس كل حاجه بتترجم لا على اساس ان كل حاجه بتترجم وكل حاجه والسفاره بتقول وماتش زي ده اكيد المستشار الاعلامي في السفاره المجريه بيقول له ايه اللي حصل. انا بتكلم هنا في ايه؟ ان انا بقول لحضرتك الحكام قال لي ما شافش، ولو شاف لازم يدي احمر. ادى اصفر قال لك ممكن يبقى تقديريه، يعني ما حصلتش قبل كده ان ساعات بتحصل القوة ده طبعاً. بيحصل تحصل بيدي انذار او بيدي طرد. بس طالما بص يا كابتن انا مع الإزاء في اللعب زي ما حضرتك كنت بتقول في الانترو، الإزاء في اللعب طرد لانك بتدمر حد وبتاذي حد، ودي لا هي كوره ولا دي روح رياضيه. طيب فاللي انا عاوز اقوله اتفضل في الجزئيه بس بتاعت مارتن يول انه خسر اكتر من 10 لعيبه في الفرقه. كابتن هو أنا مين مش عايز ابعد عن الحته دي هرجع لك. مين عاقل يسجل اربع حراس مرمى في قائمه النادي الاهلي؟ ما ده غلط طبعا، بس انا عايز لان ممكن الرابع ده يبقى من الناشئين. وخلي بالك الاثنين قلبي الوسط هم اللي اظهروا ضعف دفاع النادي الاهلي، اللي هو حسام عاشور وحسام غالي. بالظبط انا عايز حسام عاشور دلوقتي بيلعب بالاسم. عايز اقول بس حاجه مهمه جدا، طالما انت صحفي بقى لازم نجيب مجله الاهلي ومجله الزمالك بعد المباراه، لان طبعا مجله الاهلي عملت لغط كبير جدا بعنوان منشيت. احنا اول ناس خدنا المنشيت ده. تعال نشوف المنشيتين للاهلي وللزمالك بعد مباراه نهائي الكاس. اكيد الزمالكويه بيحتفلوا بالفوز بالبطوله، واكيد الاهلاويه او مجله النادي الاهلي لابد انها يكون في مبرر قوي انا هقول لك انا
وجهه نظر المهنيه. تخليص حق يا ابطال دم يعني. سعد في رقبه مين؟ لا اقرا المانشيت اللي قبل دم سعد في رقبه مين. المدرب الهولندي. لا اللي قبلها بتاع خبراء الحكام. طب قولها انا مش قاريها والله. اللي هو مجلس الاداره المدرب دم سعد في رقبه مين. اللي هو اللي بعدها ده الحكم تغاضى عن طرد مرسي. ده يا كابتن بص هقول لك حاجه على حاجه. لما تخش جوه في العدد جوه يا كابتن عشان بس تبقى الموضوع واضح. في عنوان عن راي الناس في التحكيم في حكم المباراه. دم سعد في رقبه مين ده يعني ايه؟ ده عنوان شارح مش عنوان اصلي. العنوان يعني مثلا إيه خالد الغندور مثلا قال انا كذا كذا كذا. بعد كده بقى في كذا عنوان شارح للي قاله كابتن خالد. فده دم سعد في رقبه مين ده؟ اول حاجه هو مش 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 منشط رئيسي. يعني هو مش بيقول دم سعد في رقبه مين وعامل الموضوع حوالين دم سعد. هو منشط. ما هو منشط طبعا. بس بقول لك هو خروجه بره لان هو حاجه شارحه. مش حاجه يعني عنوان شارح للعنوان الاصلي. مش العنوان. انا بكلم حاجه زي ما هني. انا عايز عشان انت صحفي ايه الهدف منه؟ الهدف منه ان هو ده ولا الموضوع؟ اصل ده جزء من الموضوع. طيب ده ايه؟ ده ايه الهدف منه؟ انه يطلع بره؟ لا يعني دم سعد انه يطلع صفحه اولى يعني قصدك ولا ايه الهدف منه؟ لا العنوان ايه معناه؟ بص اي مجله من الاثنين وانا شفت المجلتين الاثنين الاسبوع ده الزمالك بيحتفل ماشي والاهلي بيبرر ماشي وده طبيعي ولازم ببقى ببحث عن مدرب حتى لو كان الكلام اللي بيتقال هو فكره ان غير مقنع للناس لكن بيبقى ده المنهج. دم سعد في رقبه مين ده شارح لمساله الحكم لكن هو مش يعني انا مش موافق عليه كعنوان رئيس لكن هو عنوان شارح للعنوان الرئيسي ان الحكم ما كانش موافق. تعال نشوف الزمالك برضو الزمالك عناوين عاديه درس. لا ازاي فتحنا الكليه والكاس زملكاويه. طيب دي عناوين احتفالات باسم ودرش. باسم ودرش ادوهم الدرس. ادوهم برضو عناوين عادي. عناوين في الفرحه. ما دي الطبيعي انه لازم يبقى فرحان. واحد اثنين ثلاثه الاهلي ما اعرفش ايه شال ثلاثه لكن في النهايه ده طبيعي. لكن في النهايه هل انت طيب احنا بنقول ان مارتن يول ليه ما بداش بعلي معلول؟ ليه ما غيرش سعد سمير بعد اصابته لو هو مش قادر؟ لان اكيد بص يعني منطقيا بس انا لعيب كوره. طبعا مع احترامي يعني لسعد لازم كان يخرج. ما بقول لك ما هو ما حبش يخرجه. مع احترامي لسعد بس انا دلوقتي فكره ان انا اخد غرزتين في حجبي دي حصلت 3000 مره يا كابتن. ما في ناس لعبوا هم لابسين حصلت 3000 مره منتخب مصر. حصلت ان اللعيبه كلها كانت بتلعب وبتكمل. حصلت 100 مره. أيوة. وانا بلعب حتى. أيوة. ففكره اللي بيحصل ايه؟ وهتحصل اللي وهتحصل وهيلعب. أيوة. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان يعني دي بتاعت سعد. اللي بيحصل ايه؟ وهتقولي بتاعت ودي رجل وليد سليمان. هي انا متوقع ان وليد سليمان كان هيلعب الماتش ده النهارده يعني معلومات انه كان هيلعب. لكن في كان هيلعب وكان هيلعب من البدايه. لكن في النهايه انا بقول ايه؟ ان اكيد سعد طلع وتخيط له ومارتن يولجي ساله. قال سعد تقدر تكمل؟ قال تقدر تكمل ولا لا؟ ما سالوه فهو سعد قال اقدر اكمل. هما لما الدكتور قال لهم وكابتن سيد نقل الكلام ده لمستر مارتن يول سالوه سعد تكمل؟ قال لهم اكمل. بس سعد وقتها هو ما كانش شايف والجنين اتخطفوا في اللحظات دي. في كل الاحوال مش ده مبرر الهزيمه يا كابتن. النادي الاهلي كان ممكن يكسب في الماتش ده كتير جدا 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 لو المدرب اداره بشكل كويس. ونادي الزمالك مؤمن عمل حاجه جميله جدا. عرف قدراته ايه ودافع بشكل جيد ولعب على المرتدات السريعه وحقق هدفه. ومحدش يجي يقول لي ده هو كان خايف والاهلي كان استحواذ. الاستحواذ طالما لم يترجم الى اهداف فمعناها فشل للإدارة الفنية. كابتن مؤمن قدر ان هو يقفل ورا كويس ولعب على المرتدات. كرة من شيكابالا، كرة من أيمن حفني لمصطفى فتحي، الزمالك كسب. وعنده حارس كويس جدا وعملاق وموفق وعنده دفاع كان يقظ في هذه المباراة. لكن وعنده توفيق في المباراة دي. مارتن يول كان يعني ايه مغرور جدا كعادته وفاشل جدا كعادته من يوم ما جه النادي الأهلي. خلي بالك كابتن مارتن يول لم يفز للزمالك للاهلي ببطوله الدوري. اللي فاز للاهلي ببطوله الدوري هو الكابتن عبد الوهاب شافي. مش كان الفرق لا الفرق مع عبد الوهاب شافي كان وصل ل 11 بونت او 12 بونت وبعدين عمل تعادلات وصل ل 6 بونت. هو استلم الفرقه هو جاب بونت واحد فرق عن الزمالك. ما عملش معجزه. خلينا ارجع لك الكابتن زيزو كابتن عشان فيها سر. يعني كابتن زيزو لما كسب الزمالك كان كل الدنيا متوقعه انه يستمر. كان المهندس محمود طاهر في قاعده ما في مكان ما عارف تفاصيله وكل حاجه عليه بره الهوا. فحد قال له لو عاوز تزود شعبيتك قعد كابتن زيزو. قال لهم لا انا اتفقت مع الالماني خلاص ما كانش لسه
وصل الاتفاق مع مستر مارتن يول اللي هو المدرب الالماني اللي كان مطروح وقتها وكذا، وهو كويس، وانا محتاج زيزو في ان هو يرسم لي منظومه الكوره ويحوله الى منظومه استثماريه، خد بالك. ثم وده حصل، فحصل النزيف في النقاط الست نقاط اللي هم بتوع التعادلات، فظل الفرق 6 بون. مارتن يول لم يضف للنادي الاهلي ولم يحسن اداره في النادي. حد يقول لي ده مدرب عالمي ومسك توتنهام، على عيني وراسي، بس بالظبط زي العجوز اللي سنانه كسرت، ما خلاص ما عادش يعرف ياكل. فبالتالي في مدربين كبار جدا عملوا انجازات عالميه جدا، بس لهم دلوقتي بيتمرنوا فرقه متواضعه. بره كمان التعامل بيبقى حرفي. يعني هنا التعامل بره اللعيب عارف عايز ايه، شغلانته، وعارف دوره من بدايه الموسم انه قاعد على الدكه. المدرب بيجي يمرن وفي اداره ثانيه هي اللي بتعمل كل حاجه. لكن انا لكن هنا التعامل في افريقيا او التعامل مع اللعيبه العرب او التعامل في دول العالم الثالث مختلفه تماما عن التدريب في اوروبا. فالنهارده كابتن بعد المباراه الاهلي تعادل او خسر، مارتن يول بره وفي ثوره في قطاع النادي الاهلي برغبه واراده المهندس محمود طاهر. خلي بالك اللي قعد مجلس اداره النادي الاهلي هو زيزو سيد عبد الحفيظ مش مارتن يول، لان هم استلموا في وقت كان حاسم جدا، وخد كان السوبر. في استقالات خد السوبر لا وكان في استقالات جوه المجلس لما كابتن زيزو كان ماسك بعد ما جوزيه بيسيرو مشي، مش بس في بدايه الموسم كان في استقالات جوه المجلس، هم مسكوا الفرقه وعملوا نتائج ايجابيه وعملوا استقرار في مجلس اداره النادي الاهلي. فما يكونش جزاهم جزاء سيمينار ويبقى الناس اللي حوالين المهندس محمود طاهر عمالين كل واحد عاوز يصفي حساباته ويجيب رجالته. طيب على العموم عايز اقول بس يعني عشان بالكلام المنطقي كده ان الكاس خلص بحلو ومره، الدوري كان اهلاوي. خلي بالك في الدوري انت كتبت حاجه وهتحصل. قلت ان احمد فتحي وحسام غالي لجنه المسابقات يعني مش توقع لهم عقوبات، يلعبوا السوبر. هم يلعبوا السوبر بس بشكل مختلف، انك هتلعب اسبوعين وبعدين تلعب ليه؟ السوبر ده برضو نكته. ليه نلعب اسبوعين يعني؟ طب ما يعني انا افهم ان بيتم التاجيل، الدوري بيبتدي بدون الاهلي والزمالك لو عندهم ارتباطات، لكن لو الاهلي والزمالك هيبتدوا اسبوع اول في دوري، طب ما العب السوبر واجل لهم الاسبوع الاول دي مثلا. يعني دي نكته ان الحاج عامر حسين يستقيل ويبعت استقالته في نفس اليوم ثم يؤكد ثروت سويلم رفضه الاستقاله واستمراره. استمراره ده مش قرار ثروت سويلم، استمراره ده قرار مجلس اللي هو بيدير، يعني ثروت لوحده لا. اتنين في مجلس اداره جاي خلاص اخر الشهر. وجمال غندور مكمل ليه برضه دلوقتي؟ ما انا بقول في جمال غندور خلاص. طب اقول لك على شويه حاجات مفاجات. المفروض ان خلاص الموسم انتهى يعني. اقول لك برضه على شويه حاجات كابتن مفاجات في الفتره اللي جايه. اول حاجه بالنسبه لانتخابات اتحاد الكوره، في مجموعه خلاص بقى في استقرار جوه جمعيه العموميه على نجاحها، وهي مجموعه نجوم الكوره. الكابتن حسن فريد، كابتن حازم امام، وائل جمعه، حماده المصري، ثم مجدي عبد الغني. الناس عايزه ناس بتدير كوره، طبعا مع المهندس هنا بوريده وحازم الهواري وعصام عبد الفتاح وسيف زاهر. وعصام عبد الفتاح انا بقول كابتن عصام عبد الفتاح، في احمد مجاهد وكرم كردي. كرم كردي مش سهل برضه. كرم كردي يا كابتن، كرم كردي بيتقطع فيه في الجمعيه العموميه من منطلق ان هو كان رئيس مركز شباب بكوس ثم الاولمبي ثم ضرب حكم. وخلي بالك ان في ناس في قائمه هنا بوريده متباعه او غير مقنعه للجمعيه العموميه. يعني المهندس كرم كردي ما ينفعش في السن ده انت يبقى السي في ضعيف، الناس شايفه ان السي في ضعيف، شايفه انه لما عمل برنامج اعلامي خسره ما كسبوش لانه كان بيستخدمه لنفسه. انت لازم تحسب كل حاجه وردود فعلها. لكن الناس مثلا شايفه ان كابتن حسن فريد ادى للمنتخب ووقف معاه وكان مشرف عليه وبشكل ايجابي، شايفه ان وراجل كان ماسك رئيس نادي الترسانه والسمعه طيبه وطلع نجوم وتعامل مع نجوم، شايفه ان وجود حازم امام ووجود وائل جمعه اثراء للكره، شايفه ان وجود عصام عبد الفتاح كان عامل استقرار في التحكيم، ما كانش في نادي غضبان من الفكره. خلي بالك معظم الانديه يا اهلاويه يا زملكاويه، فده في قاعده حكام كبيره جدا بتدعو له. شايفه ان حماده المصري بان هو مثلا ابن خط القناه وادائه كويس وحاجات كده. طب هسالك سؤال، فده كان مفترض ان اللجان دي تتساب لما المجلس ده يجي اخر الشهر. طيب عايز اقول لكم حاجه بس برضو اللي استغربتها، حاج عامر حسين قال لك انا هقدم استقالتي بعد نهايه الموسم، بعد نهائي الكاس قدم الاستقاله. طب مع ان هو نفسه قال لك ان نهايه الموسم بيوم 26 قبل فتح باب القيد، فدي نمره واحد. قال لي انا شخصيا مش عايز اكمل، فانا قلت له ساعتها الحلقه اللي فاتت قلت له يا حاج عامر
الطبيعي والمنطقي ان اما الموسم بينتهي اللجان بتقدم استقالتها وترجع تاني. فقال لي لا لا انا في الغالب مش هرجع وكده. ففعلا قدم استقالته تاني يوم رجع. كابتن جمال الغمدور نفسه من المفترض ان الموسم منتهي بيقدم استقالته, ما فيش حاجه في الحكام دلوقتي الا ان الترشح للقائمه الدوليه والمعسكرات وابتدى الحكام خناقه مع جمال الغمدور ان هو بيرشح احمد الغمدور ابن اخوه للقائمه الدوليه وبيزكيه وبيعمل الامتحان الانجليزي فجاه من غير ما حد يعرف, وان اكيد ومنطقي ان جمال الغمدور هيبقى هدفه مهم جدا ان هو يزكي. فمن المفترض ان هو ما يشرفش على الامتحانات لان هيشفع الامتحانات هو اللي بيحطها, وفي نفس الوقت ابن اخوه هيخش. فهي طبعا كل الاحترام لكابتن جمال الغمدور, لكن انا لو مكانه لو مكانه كابتن بص عندنا حد ادى درس في المساله دي كابتن صعب منهم لما كان رئيس اتحاد كوره قال لك مش هكتب في الاهرام بالظبط والناس اللي عايزه تهاجمني. فانت مفترض طالما حاجه تمسك انت تبعد عن الاشراف عنها عشان ما تبقاش الخناقه الجايه. يا جماعه الخناقه الجايه خد بالكم بس, كابتن عصام عبد الفتاح ليه رصيد كويس جدا جوه اللجنه الجمعيه العموميه. ايوه انا بقول لك نجح, وبالتالي عصام عبد الفتاح لو نجح ان شاء الله انا بقول لك لو نجح هيتم ابعاد. وعلى فكره ده اللي بيسعى عليه مرتضى منصور. خد بالكم بعض الحكام مرضوش يمضوا على ورقه ان هم يعملوا توكيل ضد مرتضى منصور, واتقال عليهم جوه اللجنه ان هم مجموعه من الحكام الخونه. شوف بالظبط دي عيب كده. فبالتالي مرتضى منصور هدفه هو ابعاد جمال الغندور. عصام عبد الفتاح يريد العوده, فالعوده عن طريق ان يتم انتخابه من الجمعيه العموميه, ولو تم انتخابه هيرجع يشرف على لجنة الحكام مرة أخرى. ودي الخناقة اللي موجودة دلوقتي هتشوفوها ما بين جمال الغندور وعصام عبد الفتاح الفترة اللي جاية. الحاج عامر حسين مكمل العميد ثروت سويلم لغاية دلوقتي بيسعى دائما ان هو يكمل, لكن هل هاني ابو ريده لو جه هيخلي ثروت سويلم يكمل ولا هيكون في يعني منصب لمدير تنفيذي جديد؟ في كمان قضايا رفعها ماجدة على ثروت سويلم وعلى اظن كابتن حازم الهواري, وقالت كلام خطير جدا. يا يعني ريت طيب هنجيب الاستاذه ماجدة الباوي, بس معايا يوسف اوباما نجم طبعا نادي الاتحاد السكندري هذا الموسم, واللي راح اعاره ورجع وراح اعاره ورجع وراح اعاره وقال مش هلعب في الزمالك. ازيك يا يوسف؟ الو الو يا كابتن خالد. ازيك يا كابتن يوسف عامل ايه يا حبيبي اخبارك ايه؟ كابتن مصر الحمد لله والله كله تمام الحمد لله كابتن. يمكن انا الاسبوع اللي فات كنا بندور عليك وكان معايا الكابتن مؤمن سليمان وقال انا اتمنى ان لعيب في قيمه يوسف اوباما يكون موجود في القائمه هذا الموسم. ايه اخر مواضيعك ايه وعلاقتك بنادي الزمالك؟ شرف ليا طبعا للكابتن مؤمن يبقى طالب اللي انا ابقى في القائمه وكده, ده شرف ليا طبعا وشرف ليا ابقى في نادي الزمالك. بس انا السنه دي زي ما حضرتك قلت جيت ورحت وجيت ورحت, فماليش نصيب يعني, ده حاجه بتاعت ربنا وماليش نصيب اللي انا ابقى السنه دي في نادي الزمالك. فالسنه الجايه بقى ان شاء الله السنه دي ابدا مع نادي وادي دجله, نادي محترم جدا كويس جدا, فان شاء الله طموحاتي تبقى عاليه مع نادي وادي دجله واقدر احقق كل طموحاتي ان شاء الله معاه. طيب يوسف انت رايح سنه اعاره وانت على ذمه نادي الزمالك ولا انت راجل فري؟ لا وانا كنت فري, بس عشان انا صيت من القايمه, بس انا رحت واخترت يعني نادي الزمالك مصلحته فين وقالوا لي اطلع وادي دجله سنه وبتعلمنا السنه الجايه وتمام. انا اخترت اللي نادي الزمالك عايزه مصلحه نادي الزمالك. يعني انت بصراحه كده بالعربي كده مصلحتك كانت تقول ان انت تاخد المبلغ اللوكش على لوحدك وان انت لا يتم اعارتك وان انت تكون راجل فري. اي حد كان يعمل كده والله. بالظبط كده, ما انا بكلمك بمنتهى الصراحه. وحتى ساعتها ابتدى الكلام يتقال ان النادي الاهلي كلمك وان ابتدت الناس في النادي الاهلي عايزينك بعد ما اصبحت فري او حر. الكلام كتر وكمان الناس طلبت, يعني الناس اللي طلعت وقالت اوباما بيتشرط على نادي الزمالك واوباما بيطلب مش عارف كام مليون من نادي الزمالك. اتقال ان انت طلبت 3 مليون. مش شرط مرتضى اللي قال, مش مفيش الكلام ده. انا هطلب على نادي الزمالك 3 مليون؟ انا ما لو كنت عايز 3 مليون او كنت عايز. ايوه اللي قال الكلام ده يوسف رئيس نادي الزمالك. انا ما اعرفش, انا ما اتفرجتش والله, بس انا بقول لحضرتك, انا اللي بقول لحضرتك, انا لما كنت في نادي الاتحاد كنت باخد مبلغ ايا كان, كنت باخد مبلغ كبير مثلا, فلما رجعت قالوا لي ارجع بعقد الناشئين, قلت لهم حاضر مفيش مشكله بس المهم البس تيشيرت نادي الزمالك.
عقد كبير عقد صغير مش مشكله. فانا وافقت ان انا ارجع بمبلغ صغير اللي انا عادي عقد الناشئين ده، انا اطلب اللي انا كده، وفي نفس الوقت بيقولوا عليا ان انا عايز 3 مليون. عمرها ما تحصل طبعا. يعني انت فكر، طب حد كلمك من الاهلي يا يوسف بجد بصراحه يعني؟ او وكيل؟ لا مفيش يا كابتن الكلام ده، ولا وكيلك. انا اللي انا حصل اتضايقت شويه من الموقف، بس انا قالوا لي تعالى سبت نادي الاتحاد، نادي كويس وعامل سنه كويسه، وسبت جمهور كويس وجمهور محترم، سبته ومشيت. ويعتبر اللي انا سبتهم ومشيت، يعني ما مشيتش بسرعه، قلت لهم بيتي بيناديني وسبتهم ومشيت. جيت لبيتي، بيتي قال لي لا انت خليك دايما، عمري ما مش هينفع ارجع. سبت الناس. طب معلش عايز اسالك سؤال، هو ليه دايما كان رغم يعني نجاحاتك مع الاتحاد السكندري واحرازك لاهداف مصيريه من خلالها حصل الاتحاد على 3 نقاط، لكن كان في بيطلع عليك في ماتش الزمالك؟ يعني انت ماتش الاهلي ما كنتش كويس برضو، لكن في ماتش الزمالك ضيعت فرص، اتقال عليك ان انت يعني بتبيع الاتحاد وان انت عشان خاطر الزمالك. جبت جون في الزمالك برضو، اتقال عليك ان انت متساهل ومش عايز الزمالك يتغلب وكلام من هذا القبيل. كابتن احكي لك الموقف بالظبط. يعني هو جمهور عندنا في اسكندريه صعب جدا، وبالذات جمهور مصر عامه. يعني بلاعب الزمالك الدنيا سبحان الله، يعني الدنيا بتقوم ما بتقعدش. حضرتك لو اتفرجت على ماتش الاهلي، انا مضيع 3 انفرادات في ماتش الاهلي. ما انا فاكر. ما حدش اتكلم خالص، يعني ما شفتش، ما حدش اتكلم. ماتش المحله في الدقيقه 90 ضيعت ضربه جزاء وسبت، ما حدش برده يعني ايه، ما خدتش ضجه كده. ربنا كرمني في ماتش الزمالك وجبت جون، راح الناس قالوا بعديها في كوره كده قلشت غصب عني، الناس قالت ده قاصد. طب انا هعمل ايه؟ طيب الناس بتسيب الماتشات كلها اللي انا وحش فيها او اللي انا مش موفق فيها وتتكلم على ماتش الزمالك حتى لو كنت كويس. كان كنت بتحلم ان انت تكمل مع الزمالك الموسم ده يوسف؟ يعني كان ده طموحك؟ طبعا، وكان طموحي طبعا، بالذات اللي احنا ما حققناش بطوله الدوري وكده، فطموحي كان كبير طبعا مع نادي الزمالك، اللي انا ابدا سنه جديده مع نادي الزمالك. وانا كنت متغرب سنه وبعمل كل اللي في جيدي عشان ارجع لنادي الزمالك تاني. بس هل في حد من غير ذكر اسماء عرفت ان هو مش عايزك في الزمالك السنه دي، ولا القايمه، ولا شراء اللاعبين الكتير؟ هم بلغوني بيها، بلغوني وقالوا لي، قالوا لي انت يعني بعد ما قالوا لي سيب النادي وسيب الاتحاد. انا بص يا كابتن، مضيت على عقد العار، قالوا لي مضيت ليه وكده، احنا عايزينك ومش عارف، لازم تيجي. فسبت الناس وجيت. بعد ما جيت راح التمرين، راح اتمرن، قالوا لي انت مش معانا بدون ذكر اسماء، ما فيش مشكله. انت قلت الاسماء قبل كده، قلت كابتن اسماعيل. ماشي، انا كابتن خالد، انا تحضن بكابتن خالد بدون ذكر اسماء، يعني بدون ذكر اسماء. طيب تمام، علوم كل الاحترام طبعا لكل الناس. وفي النهايه يوسف، نادي وادي دجله نادي محترم طبعا، ونادي كبير، واعتقد ان شاء الله ان انت تستطيع بدون يعني وادي دجله هيفرع عن الاتحاد شويه يا يوسف، ان مفيش ضغوط جماهيريه عليك ان شاء الله، فبالتالي الضغوط الجماهيريه هتقل، فبيبقى لي وعندك فرصه. انت وقعت سنتين ولا ثلاثه مع الزمالك يا يوسف؟ نعم، وقعت سنتين ولا ثلاثه مع الزمالك في عهدك الجديد اللي انت وقعته على بياض. انا لسه ما وقعتش والله، بس هو في الايام يعني انت ما وقعتش عهد على بياض قبل ما توقع مع دجله؟ لسه ما وقعتش، بس هو شو مرتضى كلمني وهقعد قليل الايام ديت واوقع ان شاء الله. يعني انت ما زلت لاعب حر بعد السنه دي؟ خلاص، بس هو يعني خلاص احتمال يعني خلاص. هو انت يوسف في اتفاق مع نادي الزمالك خلال ايام تمضي على سنه كزياده، سنه اعاره، واتيفر، لكن انت قررت ان انت تطلع عن طريق نادي الزمالك عشان الزمالك يستفيد وعشان تبقي على فكره حبك لناديك يعني. طبعا وعلاقتك بجمهور نادي الزمالك. اكيد طبعا. تمام، ما ينفعش اعمل اخر اي خطوه الا بقرار مجلس اداره نادي الزمالك وتحت امرهم في اي حاجه. طبعا اشكرك يوسف اوباما. عايز اقول لكم بس ان دلوقتي كان في اجتماع بين الاتحاد الافريقي ومندوب او مسؤول نادي انيمبا ومسؤول نادي الزمالك، وتم التاكد او التاكيد ان المباراه مش بكره، يعني مباراه النادي الزمالك وانيمبا مش بكره الساعه 10 الا ربع باستاد بتروسبورت، عشان في ناس خدت تذاكر كمان. المباراه اللي هتلعب يوم الاحد لا هتتلعب يوم الاثنين، وهيتم الاعلان بكره عن الغريبه دي، يعني بكره هيتم الاعلان للماتش الاحد للماتش الاثنين. طب ما نشوف حد من الزمالك ياكد لنا يعني، ده حاولوا تجيبوا لنا حد من حماده انور او حاجه نتاكد من المعلومه يعني. لان مفترض ان الاجتماع الفني النهارده تشكيل الاهلي زي ما احنا قلنا كده. طيب تشكيل الاهلي مره اخرى عشان نتكلم على مباراه الاهلي. احمد عادل، صبر رحيل، رامي ربيعه، سعاد سمير، احمد فتحي، حسام عاشور، حسام غالي،
دي صوره جماهير الاهلي في الاستاد يا جماعه. علي معلول، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، عمرو جمال. تمام. النادي الاهلي النهارده بيفتقد اهم لعيبته. عايزين بس نقول حاجه في الزمالك يا ابني. واحد، ان 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 يوسف اوباما مكسب كبير جدا لنادي الزمالك انه يكون متواجد فيه. والولد ضحى وساب الاتحاد عشان نادي الزمالك. صحيح. لما جه نادي الزمالك قالوا له زي ما هو قال كده انك انت عايزين نعيرك. هو الان لاعب حر. هو الان لاعب حر مش مجبر انه يمضي النادي الزمالك. بس هو خلاص. لكن معلوماتنا ان وكيله حصل منه على توقعات والخلاف خلاف مادي. لا انك انت لازم خلاص. انك انت لازم هو اعلن رسميا بلسانه. اعلن رسميا بس ما مضاش. طب ما انت بس انت اللي بتثير الجدل دلوقتي. ما انا بثير الجدل ايه؟ مش بقول لك معلومه، بقول لك معلومه. ايوه بس هو على الهوا قال لك لا انا مش هطلع غير عن طريق الزمالك. طب ماشي، ما هو طلع خلاص. طلع هو طلع وقبض خلاص، موضوع دجله خلص. موضوع دجله خلص. هو قال ان انا مرتبط بالزمالك خلاص. مرتبط بالزمالك لكن الخلاف خلاف مادي. طيب طالما يجب تقديره، يجب تقديره بالشكل اللائق بيه وبموهبته. ما تبقاش انت بتجيب من بره بارقام عاليه وتيجي على اولاد نادي الزمالك اللي هم كويسين. المعلومه اللي عندي، ان نادي الزمالك اتكلم مع وكيل مايوكا وكان في رغبه في رحيل مايوكا، وكان يوسف اوباما هو اللي موجود. بس في احد الاعلاميين بيدعم مايوكا لاسباب ما. فمايوكا وانا ما اعرفش الموضوع ده والله، بيقولوا لي بره الهواء بس. ولكن مايوكا هيقعد لان هيدفع له مبلغه بالكامل. الراجل قال لهم ماشي مفيش اي مشكله، بس عايزين تقريبا 500,000 دولار او مليون دولار مش عارف، نظير ان هو يمشي يعني. فهو طبعا في نادي الزمالك قال لك لا انا مش همشيه، يبقى اهدار مال عام وكده. فمايوكا قاعد مش عشان مستواه، مايوكا قاعد عشان الفلوس. لان بالعربي كده الزمالك بيعتمد على راس حربه وحيد، هيفضل باسم مرسي بيلعب، ممكن استني ينزل مكان ايمن حفني او مكان استني مكسب كبير ورا راس حربه، وممكن ساعات استني يبقى الراس حربه الوحيد لو باسم مش موجود. لكن لعب مايوكا ومشاركته السنه الجايه كان من الافضل بكثير ويوسف اوباما. طب. يعني يوسف اوباما وجوده في الحته دي افضل من مايوكا 100 مره. صحيح. لكن صحيح. الموضوع كان موضوع مشاكل ماليه. كابتن اسماعيل يوسف شكله مش حابب يوسف. بس اخيرا بقى، اخيرا احمد الشناوي. قبل احمد كنت الشناوي كنت انت قلت عشان الناس سالوني، كنت انت قلت ان هو قعد في فيلا وخد فيلا في الرحاب وان هو راح الاهلي. انا قلت لك ان المكالمه مسجله كمان. قلت المكالمه مسجله عند كلام. وعملت لغط رهيب وما زلت عند كلام. والراجل قلت لك حاجه ثانيه، قلت لك ان القرار في النادي الاهلي متوقف على ردود فعل الزمالك وتاثيره. بس احمد الشناوي نفى الكلام ده. ينفي. انا بقول لك معلومه. امال لبس التيشيرت الاحمر ليه؟ وقال لك خلصت ولا انتهت. بص يا كابتن، احنا لما بنقول معلومه بنبقى واثقين منها مليون الميه. هو الراجل طلع يتكلم كلام حلو اهو، لكن انا بقول لك الخلاف خلاف مادي، وان الراجل عنده استعداد يكمل. بس هو الراجل دلوقتي وان اسماعيل يوسف اللي مش عاوزه قال ان انا 3 مليون والكلام ده مش حقيقي. انا ما قلتش ده، رئيس النادي اللي قاله. هو انا اللي قلته؟ رئيس النادي اللي قاله. ايوه هو الراجل قال لك انا مش عايز الكلام ده خالص. لا هو عاوز تقديره ماليا زي اللعيبه اللي هم من مرحلته السنيه. قدروا ماليا بالشكل ده. طب والزمالك هي مش هيقدروا ماليا ليه يعني؟ يعني هو اقل حاجه زيه زي مصطفى فتحي زي اي حد زي لا زي احمد توفيق. تمام. يتقدر زي احمد توفيق وزي محمد ابراهيم وزي الجيل. طيب اخيرا بس اللي عايز اقولها لك، بس طالما جبنا سيره الزمالك، من العيب جدا ان يتقال ان المستشار ان يتقال ان احمد سليمان بياخد عمولات في نادي الزمالك. احمد سليمان من الناس اللي صنعوا فرقه كويسه. مين قال كده؟ مستشار مرتضى. قال على الهوا؟ قالها على الهوا كده مع سيف زاهر. لا يا راجل. ليه بقى؟ لا لا لا. مش معقوله. قالها صوت وصوره، وانا اللي بقول. بقولك قالها. لا 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 بجد والله؟ الفكره هنا ليه بقى؟ لان احمد سليمان كانش بيجيب الصفقات لوحده. وان احمد سليمان رمز من رموز هذا المجلس ومن رموز نادي الزمالك. ما ينفعش اقول الكلام ده لان هو كان كل الصفقات بتتم وكل الفلوس بتتم عن طريق مستشار مرتضى نفسه. لا بص الكلام ده ساعه الغضب، ساعه الغضب ما ينفعش. احنا هقول لك حاجه، ما انا وده بوجه كلامي لمستشار مرتضى منصور. مستشار مرتضى منصور مشي بسبب شيكابالا. يعني كان احمد سليمان كان الواقع شيكابالا ومشي خلاص. مش كابالا بعدها مش بس لو هو بقى في الوقت ده زي بتقول حضرتك بتقول انا ما سمعتوش والله ده مع سيف زاهر اول امبارح. مع سيف زاهر ان هو بيقول عمولات وبتاع. اذا كان مرتضى منصور نفسه هو اللي دفع عنه، هو اللي ساعه لا هو اللي دفع عن احمد سليمان لما هو لا هو اللي ساعه لعوده احمد سليمان. احمد سليمان المجلس وراح لوزير الشباب وكلمه وقال له قانونا البتاعه اتقبلت. طب هل القانون ممكن يتغير؟ وحضر يعني المجلس. هو بقى بياخد عمولات عايز يسعى ليه يرجع بالظبط كده. ده الكلام عشان الكلام هو ساعه الغضب. ساعه الغضب من بيعمل بصر وكده. لكن نادي الزمالك عامل صفقات كويسه هذا الموسم. نادي الزمالك تدخل مستشار مرتضى منصور الكتير في الجهاز الفني جايب نتيجه ايجابيه
حتى الان مش نتيجه سلبيه. الزمالك يستحق الفوز بالكاس؟ طبعا يستحق الفوز بالكاس، مع انك انت قلت في بدايه تحليلك للمباراه ان الاهلي كان ممكن يكسب كتير. طب في النهايه ايه؟ كلمه لو يا كابتن مش موجوده في الكوره. لو غير الشيطان. لو العرض عملت، لو مش عارف كان لعب بفلان، لو حصل، ما احنا قلنا الاهلي 70% استحواذ لكن لم يترجم الاهداف. ايطاليا دايما اسلوب لعبها انها بتقعد تتسحب وتلاقي نفسها واخده البطوله بهذا الاسلوب. اليونان لما خدت الامم الاوروبيه ها خدتها بهذا الاسلوب، بتدافع كويس وتلعب على المرتدات السريعه. الزمالك عمل كده، انت ما قدرتش ما اخترتش التشكيل الافضل ولا قدرت تتفوق على الزمالك فنيا في هذه المباراه. ولو بصيت للعناصر زي ما انت كنت بتقول من شويه، احمد الشناوي ولا احمد عادل؟ احمد الشناوي. دفاع الزمالك ما لقاش اللي هو يعني ما يثير قلقه في هذه المباراه، رغم مهاره وليد ورغم مؤمن، لكن ما كانش في زياده من وسط الملعب. هسألك سؤال، لجنه طيب. المسابقات اتخذت مثلا حسام حسن اتحبس 4 سنين ولا 4 ايام في تورا قبل كده، ما اعرفش بعد خناقه السوبر ونزول حازم وال انا شخصيا قلت عليه بلطجي، يعني اللي هو عمله ده بلطجه وبتاع، ما حدش دل مع الغلط. ما حدث بعد المباراه، هل تتوقع ان الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات هياخد قرارات ده لازم يكون ضد اللاعبين مما حدث بعد المباراه ولا لا؟ بص يا كابتن، من الاخر يعني عدم اتخاذ قرارات حتى الان فيما حدث في مباراه يوم الاثنين الماضي واحنا النهارده الجمعه، ده عار على اتحاد الكوره وعار على لجنه المسابقات. بمعنى ان مفترض في تقرير حكم، في احداث حصلت، مفترض في عقوبات على الامور اللي حصل. طالما الحامل الراي هو موجود وبيحوش والحكم موجود والضرب موجود وقله الادب موجوده، ايا كان هو مين لازم تبقى في عقوبات على اللي عمله ده، ايا كان اسباب الحاج عامر. ممكن يقول لك اصل حكم المباراه مراقب ما كتبوش حاجه في التقرير. لا يعني ما في مراقبين تانيين، في مراقب للحكام وفي مراقب للمباراه وفي كل حاجه. اصل كل الكلام، طب انا مش شايف دي فيها حاجه يا جماعه، يعني الكره اهي دي اللقطه اللي عملت لغط بتاعت شوقي. بص يا كابتن هقول لك على حاجه، انا مع، يعني بتحصل في الكوره، خلي بالك بس من حاجه، انا مع ان الفايز يفرح صحيح وان الفايز يتدلع، لكن ما بقاش في وان الفايز يتدلع، ما حدش يجي يقول لي ده استفزاز. هو جوه الملعب فاصل اي حاجه يعني بره. مش ضد دي ولا ضد وقفه رمضان؟ لا ضد دي ولا ضد وقفه رمضان، ده وقفه رمضان اتعملت يعملوا اتعملت فوانيس. انت بتبقى وانت جوه الملعب غير، انت غير اللي بتفرج، انت بتبقى سعيد وفرحان انك كسبان اهلي او كسبان زمالك، فمن حقك انك بتستمتع. انت عارف رمضان اللي فات الناس هي فيها خطا قانوني؟ ما فيهاش خطا قانوني، كانت عايزه تعمل رمضان، عارف، ورمضان رفض. رمضان يعني شركه محمود، ايوه رمضان تعمل رمضان الشركه الراعيه رمضان واعلان ينزل في رمضان، والنادي الاهلي رفض، والولد رمضان والولد رفض. بص اقول لك، احنا هنا بنحنبلها زياده عن اللازم، ده من حقه يستمتع زي بالظبط يا كابتن. لما هو ايه الفرق بين ده وفرق بين ان اللعيبه تقعد تتناقل الكوره والجمهور يقعد يعد 1 2 3 مش عارف يقعد كده بتاع ماشي، ايه الفرق بين ده؟ بتلاقي برضو المنافس بيخش عليك جامد انه عاوز يصيبك او يخوفك او حاجات بالشكل ده، لكن طيب. فكره ان استمتع سواء اهلي او زمالك. تتوقع السوبر الاول ولا الدوري الاول؟ لا اتوقع الدوري الاول عشان احمد فتحي وغالبا ما يتوقفوش. لا لا مش للدرجه دي يعني. طب انا يعني خلينا نتراهن، خلينا نتراهن هنا. ايه؟ خلينا نتراهن اهو على. طب ما هو حاج عامر اعلن. ما انت حضرتك انت بتقول كده معناها كده ان في محاباه للاهلي. لا ما هو ده مش منطقي. ما انت ده مش منطقي بتقول عشان احمد فتحي وسام غالي ما يتوقفوش. ايوه ماشي. يبقى كده معناها بتصدرها كده. بقى بص لك ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان العرف جرى على مدار السنوات الطويله الماضيه السوبر هي اللي هتلعب الاول في كل، من ساعه ما اتعمل بطوله السوبر، السوبر الاول صحيح. فانت لما تيجي تعملها ده هيبقى شعور اللي بيشجعوا نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، وبتعمق فكره انك انت بتجامل الاهلي حتى لو ما بتجاملش النادي الاهلي. فبالتالي انك انت تعمل ده خطا. العب السوبر الاول كما هو معتاد. النادي الاهلي ما بيش هيقف على حسام غالي ولا هيقف على احمد فتحي ولا كان هيقف على مؤمن زكريا لو اتوقف. ايوه زكريا لما انت جيت قلت ان الموسم خلص في كذا، ودول اقوى مين يا كابتن؟ رمضان صبحي وايفونا مشوا، دول اقوى اتنين كانوا مؤثرين مع الاهلي. بص يا كابتن عايز اقول لك على حاجه، الناس بس ايه عندها بتنسى كتير. يعني هو رمضان صبحي جريده مش كان بيقعده؟ ما بيلعبوش اصلا صحيح، مش كان ما كانش بيلعب عدد كبير من اللعيبه الصاعده بتعتمد على الجاهزين. رمضان صبحي اللي تقل رجليه في الملعب هو كابتن فتحي مبروك وكابتن زيزو، هما اللي ادوا له ماشي. انه ماشي معناه ان الفرقه تقع؟
ده ما بيحصلش في الكوره. ولا يا كابتن اقول لك على سر ايفونا راح الصين بالهدف اللي جابه في الزمالك، لا مش بحاجه تانية. اللي هو الفيديو اللي هو الفيديو ده الهدف ده اللي قال لهم هاتوه بس وده اللي رفع سعره لكن لو اتفرجوا لو حد تابعه على باقي المباريات ما كانش هيديله الرقم المالي الضخم ده اللي هو 8 مليون كاش ثم فكره 2 مليون. ده على فكره رمضان في اول مباراه ليه مع رمضان ورمضان بكره مع ستوك سيتي في القائمه بس على الدكه مش في القائمه الاساسيه. وعايز اقول كمان يا ريت تجيبوا لنا هدف كهربا. هدف كهربا امبارح كسبه كهربا كسبه الرائد واحرز هدف جميل وكان حتى في دوره تابوك متالق بس زعلوا منه لما ضيع ضربه الجزاء وعملوا هاشتاج ضده. ياه طبعا عملوا هاشتاج ضد لان كانت المباراه مع الانتاج الحربي وضيع ضربه الجزاء مع الانتاج الحربي ولعبها بنفس طريقه السوبر. السوبر اذا كان ضيع مع الزمالك في السوبر ما هي الفكره كده وقالوا يعني تقلوا في الكلام عليه لكن هو ماشي كويس ومستمتع هناك. وعبشافي طبعا ده نموذج رائع جدا اتمنى ان كل الاعلام المصري ما ينساهوش. الكره المصريه مع السعوديه يا كابتن واول لعيب يروح بهذا الالتزام والانضباط الشديد جدا وحمد ربنا وشكره ومستمتع بحياته هناك واتمنى ان يبقى كهربا بهذا النموذج هو وعبد الشافي يقدموا نموذج يخلق سوق جديده للعب المصري في الدوريات العربيه بشكل ان احنا ما يبقاش عندنا فكره التعالي عليهم او التكبر عليهم. الماتش خلص 3 على فكره وهدف كهربا كان الثالث ده الهدف الثالث كانت هو ده كان 2-0 وده الهدف الثالث لكهربا وعلى فكره بيلبس رقم 10 مع الاتي اختصار اتحاد جدة. عايزين نقول برضو مبروك للاهلي جدة السعودي ونجمنا محمد عبد الشافي بعد السوبر. ما السوبر في لندن, بين ماتش الهلال وطبعا واهلي جدة على فكرة الهلال بيشارك لانه في مركز تاني برضو هو ولا خد دوري ولا كاس. خلي بالك بقى من حاجه ان قوه الاهلي والزمالك بهذا الشكل وان حد يفوز بدوري وحد يفوز بكاس ده في مصلحه المنافسه في الكره المصريه واظهار عناصر جيده للمنتخب الوطني وبتوسع دايره الاختيارات امام هيكتور كوبر. عايز اقول لك ان السومة ده عامل شغل سوري. مش طبيعي هو سوري خلي بالك سوري كمان وعلى فكره لا يلعب لمنتخب سوريا لانه ضد النظام لكن هو اللي احرز كمان هدف التعادل وهو اللي احرز هدف الترجيح في ضربات الجزاء عبد الشافي ما شاء الله ولسه هو في بدايه الموسم جدد 5 سنين كان جاي له اغراءات عاليه جدا هو جاي من الكويت على فكره كان بيلعب في الكويت محترف قبليها بس كان معاهم السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت هو هداف الدوري السعودي ومحمد عبد الشافي طبعا انت عارف كمان عشان اللغط الكتير اللي طلع محمد الشافي راجع الاهلي المصري خلي بالك بس من حاجه يا كابتن اي لغط بيطلع له ظل من الحقيقه بيبقى تليفون بيبقى حد تواصل معاه بيبقى حد كلمه دي ما فيهاش فصل بس هو دايما بص اللعيب اللي مرتبط بالاهلي بالذات يا كابتن بص انت يعني هقول لك في لغط ميدو جابر مثلا كان هيروح الاهلي او يروح الزمالك ده لعيب في المقصه في منافسه ما بينهم زي شوقي السعيد زي كابتن اللي خلص الاول مع ميدو جابر الزمالك واتفقوا معاه ووافق وبعد ايه اللي حصل؟ الاهلي ما دخلش السباق ماشي؟ الزمالك خلاص اطمن للمساله جه الولد قال لهم انا بحل نفسي من كلامي معاكم صحيح انتوا ما التزمتوش معايا الكلام زي حمودي ماضي في النادي الاهلي مش زي احمد مرتضى ما بيقول لك ما قعدش لا ماضي في النادي الاهلي والاهلي مش عايزه ولما نقول ماضي يبقى احنا عارفين وواثقين مضى امتى ويبقى ميدو جابر بعد ما جه فميدو جابر لما الزمالك تقل معاه دخل النادي الاهلي وكان اخوه حتى اعلن على صفحته قال لك رايح الزمالك دخل النادي الاهلي لما دخل النادي الاهلي خلاص بقى هو قافل باب الزمالك لانه حس بالاهانه ان هم كلموه بقى يرجعوا في كلامهم زي حمودي دلوقتي ده نفس احساس تفتكر حمودي هيرجع؟ انا رايي ان حمودي مكسب كويس جدا وولد مؤدب جدا في نادي الزمالك مكسب وان النادي الاهلي ومتقعد في افريقيا وبيلعب كويس وتقيل في الملعب بس كل بيظهر في اللحظات الحاسمه مرتبطه بالماتش اللي جاي الزمالك يتعادل او هو خلي بالك برضه خلاف هيوصل دور قبلنا توقيتات المباريات دي مؤثره جدا على نادي الزمالك انت ما انتش عارف هتوصل يعني هيتلعب بكره ولا هيتلعب خدوا بالكم يا جماعه بالظبط هيتلعب في اسكندريه الزمالك ولا هيتلعب في القاهره الاهلي كسب وخسر في برج العرب الاهلي كسب وخسر وخسر من المصري وخسر من الزمالك كسب في وكسب برج العرب وكسب في مترو سبورت الاهلي فبالتالي وخسر الزمالك في برج العرب وخسر من مترو سبورت وتعادل في السويس اذا الملاعب ليس علاقة بجمايكا بقيمه ادائك في الملعب وحسن الاداره الفنيه بالظبط تتوقع مباراه النهارده كام؟
اتمنى فوز النادي الاهلي وانه يكمل، واتمنى فوز الزمالك وانه يكمل. لكن حتى لو كسب النادي الاهلي انا يعني مش متفائل. خلي بالك الماتش اللي فات انا قلت لك نتيجته قبلها بيوم. نهائي الكاس. انا شايف اقول لك حاجه بقى. انا شايف الماتش ده اصعب من ماتش اسك طبعا، وان الماتش ده اللي هو زيسكو المباشر لو كسب الاهلي هيوصل. كابتن بص، الواحد بيغطي النادي الاهلي من 92 مثلا، ما شفتش موقف زي موقف جون انطوي ده. اللي هو النظام انا جاي اتمرن وامشي، ده معناه ان الفرقه فكه. لابد من عناصر الفرقه مش متكاتفه، لابد من التغيير، لابد من التغيير، وده هيحصل. ولو ما حصلش يبقى هو بيشيل قربه مخرومه هتتنقط تخر عليه وفي الاخر يوصل للجزئيه دي. لازم هيوصل انه يغير، ويغير في الفكر مش كمان في مداخلات. يا جماعه اللي حابب يعمل معانا مداخلات، قدامنا تقريبا ربع ساعه كده على بدايه مباراه النادي الاهلي. قلنا التشكيل مره اخرى، تشكيل بيضم، عايزين بس حد كابتن ياكد لنا ان المباراه بكره في مباراه الزمالك كده، ده مش في مصلحه الزمالك. يعني حاولوا تعرفوا لنا مباراه الزمالك خلاص مش بكره، هي يوم الاحد او الاثنين، وفي الغالب هتكون يوم الاحد. يعني الفرقه هتروح فين بقى بالظبط؟ وعايزين يعني الفرقه تنافس في القاهره ولا تروح اسكندريه، نعرف برضو اجواء مباراه الاهلي. يعني لو حد منه، لان فكره ان الفرقه فين دلوقتي، هتروح اسكندريه ولا هتقعد في القاهره؟ لا 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 لا، ماتش بتروسبورت خلاص، في بتروسبورت النهائي خلاص، ماتش بتروسبورت هي القصه بقى. والماتش على فكره هيبقى الساعه 9:30 تقريبا، او يبقى مش الحد. الاثنين هيبقى 8، ممكن يبقى 8. لان القصه في ايه، في التوقيتات. الاتحاد الافريقي مظبط مع البي ان سبورتس عشان التسويق، عشان ما مظبطش ليه في الماتش اللي فات دوري السبت وحد دوري، ما مظبطش ليه في الماتشين بتوع الزمالك والاهلي. هو فعلا بيبقى مرتب ده مع بين سبورت، خلاهم الاثنين بيتفرجنا على شوط واحد بس هنا بالظبط. معانا علي من بني سويف، اتفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كابتن خالد؟ الحمد لله تمام. مبروك طبعا لنادي الزمالك الفوز بالكاس المره الرابعه على التوالي. مبروك لجمهور النادي الزمالك العريض، مبروك لمجلس الاداره بقياده المستشار مرتضى منصور، الراجل اللي رجع الكيان مره ثانيه لنادي الزمالك. مبروك للاعيبه الرجاله، مبروك للكابتن مؤمن سليمان، الراجل اللي زرع الثقه في اللعيبه، وان شاء الله يا ربنا يعني يوفقه في ماتش ينبا اللي هو بكره او بعده بمشيئه الله ان شاء الله. ممكن بس اقول قصيده ولا ايه؟ قول اتفضل يا علي. حبيبي يا كابتن، بقول نادي الزمالك يا ضياء ساطعا حقا انار لي الحياه ودربيا، أهواك يا قلبي ويا عقلي ويا سمعي ويا بصري وكل ضلوعي، أهواك في صحوي وفي نومي وفي حزني وفي فرحي لآخر عمري، أهواك يا نفسي الذي أتنفس، أهواك يا نبض الحياة وعمري، كم كنت أرجو أن أكون لاعبا حتى أدافع عن عرينك قلبي، كم كنت أرجو أن أكون لاعبا حتى أسوق لك الكؤوس تواليا، كم كنت أرجو أن أكون لاعبا ليظل اسمك في الخلائق عاليا، سيظل حبك في عروقي ساريا، سيظل حبك في دي مصر ولا الزمالك يا سيظل قلبي في هواك متيما، ستظل عيني في بعادك تبكيا، أنا في بعادك يا حبيبي تائه، وفي الوصال أراك حقا هاديا، سأظل أنظم في هواك قصائدي لترى مدى شوقي إليك حبيبي، سأظل أجني من ثمار معاجمي شهد المعاني يا مداوي علتي، إني أحبك يا زمالك طالما لازلت حيا في حياة معيشتي. اشكرك علي. بس علي انت بالكلام ده من قلبك، اصل الكلام ده يعني وصل للوطن، بتحب للزمالك قوي كده جدا يا كابتن؟ والله والله جدا، وعلى فكره مش انا بس، والله والله اي زملكاوي، ولو اللعيبه تعرف قد ايه الجمهور ده بيعشقهم صدقني والله، لدرجه انه يعني سمعك وبصرك يعني صدقني والله العظيم يعني انت اتفرجت على الماتش اللي فات فين يا علي؟ دوري ولا بحاجه؟ لا والله، اللي يعملوا كل قصارى جهدهم عشان يرضوا الجمهور العظيم اللي هو بيحبهم ومعاهم في كل مكان ومعاهم على الحلوه والمره. والله بشكرك علي، بشكرك علي. لجنة الأولمبية علي من سوهاج، اتفضل. اللجنة الأولمبية طلعت بيان يا كابتن بتتبرأ فيه من تصرف إسلام الشهابي، وقالت إن ده تصرف شخصي، وإن إحنا حذرناه من هذا الأمر، وقلنا له إن إحنا يجب أن نتصرف بقيم وروح رياضية. تمام. إن هو رفض يصافحه. أنت ضد إن هو؟ طبعًا ضد. ضد صح؟ طالما لعبت، طالما لعبت يبقى تتصرف بأخلاقيات رياضية. عدم المصافحة ده
انت جاي تعمل لي بطل وتسيء لبلد وتسيء لشعب وتسيء لامه عربيه واسلاميه. انت ما خلق ما انت اتغلبت 100-0 ما كنتش تلعب. فضلا عن بقى فكره المظهر الديني ده خلى المساله يعني ايه هو ده الاسلام فبقى بيسيء للاسلام. تمام تمام. السلام بتاع ربنا. طبعا. مين مع علي من سوهاج؟ اتفضل علي. الو السلام عليكم. عليكم السلام علي اتفضل حبيبي. وحشني والله يا كابتن خالد ومنور الشاشة والله. ربنا يخليك علي اتفضل يا حبيبي. طب معاك؟ نعم يا فندم. منور الدنيا والله. انا ده نورك ربنا يحفظك. ده نور. احب في البدايه بس بقول لحضرتك يا كابتن خالد ازاي احنا قاعدين لنا اكتر من 3 ساعات ومش عارفين دم الكابتن سعد سمير في رقبه مين؟ يعني دلوقتي بصراحه يعني حاجه تضحك مجله زي مجله النادي الاهلي يعني دم سعد في رقبه مين؟ يعني مين يعني ازاي يعني مانشيت زي ده بيثير الفتنه والتعصب لدرجه كبيره يعني يعني ايه دم سعد في رقبه مين؟ دم سعد في رقبه باسم مرسي وشيكابالا ومصطفى فتحي اللي عملوه في الماتش ده. اشكرك يا علي بشكرك يا علي. ياسر من اسيوط اتفضل يا ياسر. الو الو اتفضل يا ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا ياسر. ازيك يا خالد؟ الحمد لله رب العالمين كله تمام ربنا يخليك. ياسر نايم. علي صوتك يا ياسر اتفضل علي صوتك واتكلم اتفضل. ازيك يا خالد؟ الحمد لله تمام اتفضل. عامل اشكرك يا ياسر اشكرك يا ياسر. انا بحب اللي احب اللي مركز ويتكلم على طول في الموضوع. مين؟ محمد من مرسى مطروح اتفضل يا محمد. قطع بيان اللجنه الاولمبيه. هو يا جماعه معانا على الشاشه اهو هو استاذ معاطي معناها يعني بتتبرى من هو ما سلمش وكلام من هذا القبيل ان هو اللي عمل. بص يا كابتن اي حد انت صوره لبلدك صوره لدينك صوره لامتك العربيه انت القرعه معموله بقالها 10 ايام انك هتلاعب لاعب اسرائيل. افرض انك انت قابلته في مرحله متقدمه الانسحاب خلاص لو في انسحاب او في قرار بالانسحاب كان يبقى من بدري. لكن تلعب وتخسر وتيجي كمان خسر بصوره مزريه. انا ظني ان هو ما كانش يعني انا اعرف ضغوط عصبيه عليه. انا لا مش ضغوط عصبيه على حاجه. اسلام من النوع المتدين قوي 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 او صح. مش عايز اقول لفظ تاني يعني. فهو انا اعرفه من نادي الشمس من سنين طويله جدا وكان بيرعاه المهندس محمد عبد الملاح ودخل ودي اظن ثالث دوره اولمبيه يشارك فيه. بس هو مشكله ان هو عنده 2 صليب قبل كده وقبل كده سبق له ان هو كسب ثالث عالم يعني هو عنده يعني عزيمه كبيره جدا 34 سنه دلوقتي. هو كان يقدر يعمل نتيجه افضل من كده بكتير. انك انت لعبت وخسرت وخلاص الجيم انتهى لازم طالما وقفت على بساط الرياضه تتعامل بقيم الرياضه. لا وبقيم ديننا كمان. وبقيم دين هو الرسول السلام ده لما مرت عليه جنة كان ده كان بيتعامل مع اليهودي بيتعامل مع المسيح بيتعامل كل الدنيا ولما ميت كانت والسلام مش ده اللي هيرجع مش هيرجع فلسطين مش هيرجع فلسطين ولا عدم السلام هيرجع الكرامه. ما قعدوا مليون مره مع بعض الفلسطينيين والاسرائيليين. لكن انت كنت النهارده لما تيجي ما تسلمش انت اسات اصلا لفلسطين واسات لمصر اسات للدين. انا اسف طبعا بخش جوه النيات بس افتكر خساره كبيره 100-0 وكان قاعد على الارض ومش راضي يقوم وبتاع عمال يفكر يعمل اي حاجه يعني يقول ان يعني يلفت بيها يبحث يعني فيها عن بطوله. انا قصدي فاهم اصلي لو كان سلم وعدى الموضوع كان الناس هتتكلم على الهزيمه بس. دلوقتي احنا ما بنتكلمش على الهزيمه هو بنتكلم على ان هو سلم ولا ما سلمش. اول حاجه ده مش مستواه اللي اداؤه ده احسن من كده 100 مره. ده مش من مستواه. هل لعب هل هو بقى السؤال الثاني هل هو لعب بشكل سلبي؟ كان عنده رغبه انه ينسحب مثلا فالناس ضغطوا عليه في لا مش معقوله يعني. وارد ان الناس تقول ما فيش انسحاب مش هيتغلب 100-0 بالمنظر ده. لما يتغلب جامد قوي لما يتغلب لما يتغلب رياضيا لما نمره 2 على اوروبا لما يتغلب بالمنظر ده معناها ان هو ما قداش. بص يا كابتن قبل كده كان هنا لاعب اسرائيلي ولعبه باسل الغرباوي وكسبوا في بطوله العالم للشباب وكل حاجه وهتلاعب ناس اسرائيليين لان هم مسجلين في اوروبا في اي بطوله عالم. هل هتنسحب؟ هل هتأدي بهذا الشكل؟ هل هتسيء لبلدك ولأمتك ولدينك؟ يعني انت ايه السلام يعني؟ طب ما الناس كلها بتسلم والناس كلها بتتعامل وحاجات بالشكل ده. طيب معانا مدام رضا من القاهره اتفضلي يا مدام رضا. ازي حضرتك يا كابتن خالد؟ الحمد لله تمام اتفضلي. انا بشكر حضرتك على البرنامج الجميل وانا ترددت كتير اني اعمل مداخله مع حضرتك. اتفضلي. بس اللي شجعني الحياديه بتاعت حضرتك والاتزان الكبير اللي في البرنامج. اتفضلي.
انا بس كنت بعلق على التعليق بتاع استاذ احمد موسى اللي قاله على نادي الزمالك وعلى كابتن باسم. الحقيقه انا بقول له بس احنا عايزينك ان انت متحيز للبلد وموافقين مع ده تماما، وعايزينك يعني وحبينا تحيزك للجيش ومعاك فيه، لكن ان انت تكون من موقعك متحيز لناديك ده مرفوض. واني يعني يصف كابتن باسم بانه وقح وانه اخرق وانه جزار ده مرفوض تماما. اللي حصل ان الوقاحه يعني انا اسفه في اللفظ يعني ظهرت من لاعب في نادي الاهلي عمل حركات مشينه بايديه وبصوابعه للكابتن شوقي السعيد بعد الماتش. عايزه اقول له فين الحياديه بتاعتك. بشكرك يا رضا، والرساله وصلت. كل التقدير والاحترام للجميع يا جماعه وجميع الاعلاميين، بس ساعات لما كنا بنتكلم في السياسه احنا فكان بيتقال على في ديانا علينا في السياسه الرياضي، فما السياسيين بيتكلموا في الرياضه يعني. بص اول برامج توك شو بقى عندها كنت اتكلم في الفن وفي السياسه وفي الرياضه، كان الشخص ده يعلم كل شيء، واحنا لما نيجي نتكلم فيقول لك انت ما بتفهمش حاجه. اول حاجه تعصب احمد موسى غير مطلوب. عماد اديب مثلا، عمرو اديب لما الزمالك بيخسر بياخدها بافيه واحنا كنا وحشين واحنا كنا يعني بيقدمها بشكل لطيف. احمد موسى واخدها على اعصابه قوي ومحروق قوي فاتكلم بشكل ما يصحش. ما يصحش نقول ده ما يلعبش في فريق شطوره ومش فريق شطوره وكلام بالشكل ده. ما يجيبش ان انتمائك لاي نادي يهين ملايين من مشجعي النادي المنافس. خد بالك في كمان حته يعني اللي علل الموضوع شويه الاستاذ احمد موسى قال ايه؟ قال مثلا ان باسم يتعمد واصابه كل ده ماشي، كل ده ممكن، لكن بس خلي بالك احنا بنقول ده فكره ان هو يقلل ما يقول لك ده لعيب على قده وعمري ما اقتنعت بيه وده يلعب في نادي شطوره. ايوه انت مش مالكش في الكوره، بس هو لعيب كبير يعني باسم احسن راس حربه في مصر. فبالتالي ما هو يقول كده واحمد مالوش في الكوره عشان يحكم منه او متضايق من لعبه. احمد موسى كمان مالوش في الكوره، ما بيفهمش في الكوره وبيفهم عشان يحكم ان هو لعيب كويس ولا مش لعيب كويس. لا هو لعيب كويس وفرود مهم وفرود ولعيب مؤثر جدا في نادي الزمالك وفي منتخب مصر، بس يا ريت بقى يتنوا محافظ على نفسه في المستوى ده، ما يرجعش زي بدايه الموسم للمشاكل والخلافات. اديك معلومه الأزمة. دلوقتي اللاعب الاسرائيلي اللي كسب اسلام الشهابي خسر دلوقتي حالا. كويس خسر دلوقتي حالا كويس ولا مش كويس مش تفرق معانا احنا، لكن لا يعني قصدي اقول يعني ما وهو عشان بس خسر كويس. من بطل مين بقى؟ اكيد ما خسرش من تاني العالم، بطل فرنسا اللي هو عمره ما فرنسا على فكره من ابطال العالم. فرنسا من الفرق القويه جدا. بس هو برضه هو في الاخر بتبقى في موازين يا كابتن، هو الخامس في ميزانه على العالم، وكان واسلام ناس قالوا 17 25 وقالوا 25. في كل الاحوال انت ليك تصنيف عالمي، انت هتتغلب هتتغلب. لا يعني لازم برضه تواجه، الا بقى لو عملت حاجه لازم تواجه ولازم تلعب. نجم هو فرنسا اهو وافريقيا على فكره. يعني لاعب افريقي بص وحش ما شاء الله، خد بالك افريقي من اصول فرنسي يعني فرنسي من اصول افريقيه. فاللي عاوز اقوله بس في حته احمد موسى وغيره انك انت طالما بتخش الرياضه يا اما يا اما الكلام اللي تقوله في قاعده ما يتقالش على الهواء. الهواء له احترامه والملايين اللي بتشجع النادي ده او النادي ده ليها احترامها سواء اهلي او زمالك. حاجه الثانيه، في ناس من بتوع التوك شو بيطلعوا يطبلوا بس هم مش عارفين الغلط فين. يعني هو حتى لو بيدافع عن ناديه ما بيعرفش الغلط فين، يعرف الغلط فين في النادي اللي انت بتنتمي اليه، ولو انت فير اتكلم وشاور عليه بحيث ان النادي ده يصلح الغلط، زي ما احنا بنطلع بنتكلم على غلط في اهلي او غلط في زمالك بنقوله بكل امان. طيب على المهم بيقال في التبريد دلوقتي علي فتحي اصيب، فمش عارف بقى هيلحق يلعب بعد بكره ولا لا، لان ولا علي بكرة. فتحي لعيب مهم جدا 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 خصوصا ودخل بسرعه في الفرقه بعد رحيل محمد عادل جمعه وحماده طلبه، ودخل بسرعه في الفرقه بالظبط كده، ان الزمالك عنده مشكله، عنده تقريبا 18 لاعب في القائمه الافريقيه هيكمل بيهم لنهايه الموسم، بس عنده تشكيل مهم يعني عنده مثلا علي فتحي، عنده علي جبر، عنده اسلام جمال، عنده احمد توفيق ناحيه اليمين، عنده مثلا احمد توفيق في نص الملعب او طارق حامد او ابراهيم صلاح، عنده ستانلي جو قدام، باسم مرسي، مصطفى فتحي، ايمن حفني، يعني بس المجموعه دي لو فضلت يقدر يكمل بيها. بس خلي بالك كابتن من الخطا استمرار الجهاز الحالي بوضعه الحالي لفترات طويله، لان هي صابت مره قدام النادي الاهلي لعدم توفيق مارتينيون. ما هو المؤمن لا مؤمن برضه كسب الاسماعيلي 4 كسب الاسماعيلي 4 في الشوط الثاني.
ما يقدرش يكمل بيهم فترة طويلة، لأن لو حصل سقوط هيبقى سقوط إفريقي، وده مش مطلوب لا من أهلي ولا من زمالك. تمام، مطلوب إنه يعالج بس يكون في اختيار أجنبي يكون عنده ممارسة في الكرة الأفريقية، ولو عنده ممارسة كمان في الدوري المصري يبقى شيء كويس جدا. أستاذ أبو معطي زكي بشكرك. ده اللي شكل الكابتن خالد ولكل المشاهدين وكل فريق العمل، الله يخليك. بشكرك، نتمنى التوفيق يا رب للنادي الأهلي بعد 5 دقايق من دلوقتي. مباراة مهمة جدا، مباراة مصرية، مباراة تجعل الأهلي على بعد 2-3 من الوصول للدور قبل النهائي مع فريق قوي جدا، فريق استطاع أن يفوز على الأهلي 3-2 في زامبيا، فريق عنده قدرات قوية جدا طبعا، وعنده النادي الأهلي عنده 4 نقاط، زيسكو عنده 7 نقاط، يعني يسبق النادي الأهلي ب3 نقاط. فأهمية الفوز النهاردة هو جداً. فوز من أجل الوصول للنقطة 7، وفوز من أجل أن تكون اللقاءات المواجهات المباشرة افضل للنادي الاهلي على زيسكو وعلى نتمنى ان الوداد يكسب اسيك بالظبط كده. في النهايه بشكر استاذ معطي زكي مره اخرى، بشكر سامح زارع مخرجنا المميز، بشكر مخرجين المنفذين محمود عادل امام ومحمد عبد الواحد، بشكر الاعداد عبد الحميد الشربيني ومصطفى صلاح، بشكر مراسلنا النشيط محمد ساهر، وبشكر الانتاج طبعا طاهر محمد وأسامة، وهشوفكم بإذن الله الجمعة الجاية وحلقة جديدة من الكرة في دريم. إلى اللقاء.